مساء الخير لكل مشاهدي برنامج صرخة ومساء المسيح ليكم، ونلتقي 15 أكتوبر 2020، حلقة جديدة وفيها حاجات جميلة وفيها حاجات برضو كالعادة نسلط الضوء عليها في كل الأحداث حول العالم، وحاجات مهمة جدا. فأرجو أرجو أن أنتوا تدعوا كل الأصدقاء زي ما بنقول كل أسبوع، مستنياكم وأسمع آرائكم في النص ساعة الأخيرة من البرنامج. بس رجاء محبة، رجاء محبة. أنا دايما بحب أقرأ تعليقاتكم على الحلقة، يمكن بيكون بعد الحلقة، فأرجوكم بلاش تنجروا للي بيحاول يجركم لكلام يخرجكم عن سياق الموضوع. من فضلكم هم يكتبوا أي حاجة، أنتم ما تردوش عليهم، انتوا تكتبوا اي حاجة تعليق على الحلقة، وبلاش يعني تخرجوا برا موضوع الحلقة، عشان خاطر ساعات الحلقات بتبقى فيها فعلا حاجات مهمة جدا، فلما تبقوا سامعينها لايف لو بعد الشر كرامات وبركات حد معين والشياطين علينا، فتبقوا سمعتوا اللي اتقال ما انجرتوش وبعدتوا عن موضوع الحلقة وخرجتم بالكتابة على التعليقات. دي حاجة مهمة جدا حبيت اقولها لكم، يا ريت لو سمحتم بلاش تنجروا لكتابتهم. زي ما تعودنا نبدأ بأم الدنيا مصرنا الحبيبة، ونبدأ فيها بتهنئة شعبنا الجميل بتدشين كاتد رأية العذراء وأبو سيفين والأنبا كراس ببشاير الخير بإسكندرية. شكرا لكل إنسان مد إيده في بناء هذه الكاتدرائية وهذا الجمال، شكرا لكل إنسان ساهم سواء بالمال بالجهد بالعرق بالوقت بكل حاجة في بناء طوبة واحدة في أي مكان يخدم اسم ربنا، مش هقول أكتر من كده. وشكرا لمصرنا الحبيبة، وشكرا للرئيس السيسي اللي فعلا في كل مجتمع جديد وفي كل مدينة جديدة لازم يبقى فيها كنائس. بشاير الخير في اسكندرية والكاتدرائية اللي فيها ألف ألف مبروك على شعبها. كلنا عرفنا وكلنا تابعنا عودة ماجدة منصور لأسرتها، هنقولها ألف مبروك وحنبارك لهم على الهوا لان هيكونوا معانا دلوقتي. مش هنتدخل في اي موضوعات مؤقتا، يمكن في حاجات كتير، مثلا يعني موضوع رانيا انا وعدت ان انا هعرف الاخبار بعد ما الموضوع يهدى. انا فعلا بعرف الاخبار بعد ما الموضوع بيهدى، بس في حاجات ما ينفعش تتقال على الهوا، في حاجات كتير ما ينفعش تتقال على الهوا. مش حاجة وحشة بعد الشر، ولكن نوع من الحفاظ على البنت نفسها على أسرتها على كل حد ليه يد في الموضوع، أو مش عايزة أقول كلام ما ينفعش يتقال. هتلاحظوني إن أنا بتكلم في الموضوع ده بالذات بحذر، وكل لبيب بالإشارة يفهمه برضو كمان مرة عشان محدش يفسر الكلام بأن في حاجة وحشة خاصة بالبنت. لا لا لا، لكنها نوع من الحفاظ على البنت. يا رب تكونوا فهمتوا ما أقصده. ماجدة رجعت والحمد لله ونشكر ربنا. والسؤال اللي كان بيراودني بعد الحلقة اللي فاتت ما تكلمنا، ويمكن انا ما قلتش الكلام ده على الهوا، لما هي بتقول ان انا اشهرت اسلامي زيها زي كل واحده اشهرت اسلامها، ليه ما طلعتش بشهاده الاشهار في الفيديوهات اللي عملتها؟ ليه؟ لانها ما راحتش الازهر. واحده اشهرت اسلامها ما راحتش الازهر، يبقى راحت فين او ما راحتش ليه؟ برضو النقطتين دول حطوا انتوا تحتيها مليون خط كده هتفهموا اللي انا اقصده، وهتفهموا ان انا ليه مش بتكلم في الموضوع اكتر واكتر.
طبعا نشكر ربنا، شهادة الميلاد بتاعتها ما زالت مسيحية. أعتقد إن في كذا حالة في الفترة الأخيرة، رانيا، كريستين، ماجدة، التلاتة أعلنوا في الفيديوهات إنهم أشهروا إسلام، والتلاتة نشكر ربنا رجعوا، والتلاتة لم يشهروا إسلام. فهمتوا ولا لسه؟ سكتم بكتم، أنا مش هتكلم لغاية ما الأستاذ يوسف هيبقى معانا، ووالدتها ووالدها، ولو هي تقدر تسمعنا صوتها. فدول الحاجتين المهمين قوي. هي أنا عندي نقط كتيرة قوي في موضوع ماجدة، وعندي أسئلة كتيرة قوي، وخاصة موضوع من 6 سنين زي ما قلنا الأسبوع اللي فات، ما حصلش إنها تعرف الإسلام من 6 سنين، ما حصلش إنها أسلمت من 6 سنين، لأن زي ما قلنا كان عندها 13 سنة وكسور. فهي طبعا قايلة في الفيديو إنها قرت ودرست، وكانت بتصلي لوحدها، كانت بتصوم لوحدها، كانت مش عارفة إيه. كل ده مش حقيقي، كل ده ما حصلش. كمان مرة فهمتوا؟ طيب هتكون معنا أو هيكون معنا أسرتها دلوقتي بعد شوية، لكن لغاية ما هم ييجوا هفرحكم برضو، لأن احنا قلنا إن في الفترة الأولى أو الجزء الأول من الحلقة نعمل أخبار مفرحة. أكبر دولة إسلامية في طب الحمد لله. طيب نأجل الكلام لغاية ما نسمع أستاذ يوسف. أهلا وسهلا بحضرتك، وسعيدة جدا إن أنا أسمع صوتكم تاني. شرف وبركة ليا إن أنتوا تكونوا معانا على الهواء. ربنا يخليك أستاذة نادية، أهلا وسهلا بك. أشكرك جدا، وأشكرك إن أنت وافقت إن أنت تكون معانا على الهواء، فقط عشان نقول لكم ألف ألف مبروك بعودة ماجدة لحضنكم. ربنا يخليك والله يبارك فيك. طبعا أنا متخيل، لا مفيش تعب ولا حاجة، محدش فينا عمل حاجة خالص. رب المجد هو اللي عايز بنته إنها تنجو من بين أنياب التعالب. لكن أنا طبعا مقدرة جدا فرحتكم دلوقتي وسعادتكم وهي في وسطكم، وأكيد طبعا بابا الحمد لله صحته بقت أحسن، وزي ما قلت لك أكيد رجع شباب 30 سنة ورا بعودة ماجدة وماما كلكم يعني. فعايزة أقول لكم ألف ألف مبروك، وسعيدة بجد فرحة أنت مش متخيل أنا فرحانة قد إيه. ربنا يخليكي والله يبارك فيكي، وكل ده طبعا بفضل صلوات القديسين وعافيتكم معانا وتعبكم، وكل ده أكيد برضه بفضلكم برضه في الأول وفي الآخر يعني. ربنا يخليك. هل ممكن أقول مبروك لماما؟ أيوة طبعا خليها معاك. اتفضل. ألو. سلام ونعمة. أيوة كده صوتك، شايفة صوتك شكله إيه دلوقتي؟ طالعة دلوقتي. أيوة شايفة صوتك مختلف إزاي عن الأسبوع اللي فات؟ أيوة كنت بتقولي لي علي صوتك علي صوتك، أنا مش قادرة أطلع الكلمة. صدقيني لو مش على الهوا كنت زغرطت لك، بس أنا ما ينفعش أزغرط. الله يخليك الله يخليك. ألف ألف مبروك عودة ماجدة لحضنك وحضن باباها وأخوها والعيلة كلها. ألف مليون مبروك. الله يبارك فيك. وعمها هيكلمك، عمها ده فات بيته. آه ده اللي كنت بتحكي عنه الأسبوع اللي فات. بقول لك فات بيته وعياله وقعد معانا من أسبوعين. هو موجود؟ يقول المدارس خلاص يوم السبت وهو مش قادر يروح لعياله. لا ماجدة أهم. يقول معاك اهو. طيب مع حضرتك اتفضلي. يا رب سلام سلام ونعمل لحضرتك، ونتعرف باسم حضرتك. انا شنودة ابراهيم حكيم عم مجدي. اهلا وسهلا استاذ شنوده، واهلا بيك، وحمد لله على سلامه ماجده ورجوعها بالف سلامه سالمه بدون تحويل اي شيء في حياتها.
الله يسلم حضرتك وشاكر فضلك. وبعدين هو رب المجد حد يعلم ذاته ويعلم ان هو اللي ممسوكين بايده محدش يقدر ياخدهم منه، ومن مسكهم مس حدقت عينه. بالظبط بالظبط. نعم، عمل عدو الخير اللي اسمهم مكتوب في سفر الحياه مش هيقدر ينسيه. صح، اللي اسمهم مكتوب في سفر الحياه لا يمكن التعالي بتقدر تاخدهم. صح بالظبط يا فندم. فاحنا كان كلنا رجاء في محبته وحنانه وعطفه، وهو كان مطلع، هو مكتوب عنه ان هو فاحص القلوب ومختبر الكلى، عارف بنته، عارف وضعها، عارف ظروفها، عارف المواقف اللي هي اتحطت فيها. مهما كنا اتكلمنا ومهما كنا وصفنا مش هنعرف اللي مستخبي، لكن هو كان عارف. طبعا هو اللي شايف كل حاجة في حياتنا، هو ضابط الكل وشايف كل شيء وفاحص كل شيء، عشان كده هو عارف ان ماجدة من خرافه اللي مكتوب اسمها في سفر الحياة، وعشان كده ما سمحش بهلك. طبعا. وبعدين اعلن ذاته بقوة. الله، اعلن ذاته بقوة من فم الناس او من فم الذئاب اللي احنا بنتكلم عنهم، هم قالوها لماجدة بالنص بالحرف. بجد؟ الايد اللي فوقينا قوية. واو. احنا ما كناش هنفيدك، بس الايد اللي فوقينا قوية، اقوى مننا. ده كلام قلب النص بالمجدة. كان نفسي نتكلم في التفاصيل، بس احنا اتفقنا مش هنتكلم في التفاصيل. لا ده انا حبيت بس اعلم، يعني اعرف حضرتك مجد ربنا. ايوه طبعا. اعلن ذاته حتى لبنته قبل ما تخرج ان ايده القويه هي اللي جابتها، مش اي حد تاني. الله الله عليك يا ربي يا ربي، الله عليك يا ربي، ايه الجمال ده. فاحنا طبعا ما فيش كلمات تعبر عن شكرنا لرب المجد. طبعا. وطبعا بنشكر من على منبر حضرتك كل اللي فاهم معانا بمشاعره، بصلاته، بدعاه، بدموعه. احنا بنشكرهم كلهم وبنقول لهم ربنا يعوض تعب محبتكم. امين. وربنا يا رب ما يحكمش على حد ان هو يمر بالتجربه دي. امين. يعني دي تجربه صعبه جدا، شده القسوه، الا بمعونه ربنا. امين يا رب، امين يا رب. استاذ شنوده، هل ممكن نقول لماجده مبروك لو هي متاحه ان احنا نكلمها؟ طبعا لازم تقول لها مبروك وهي تقول لكم شكرا. طبعا ربنا يخليكم يا رب. انا ما كنتش طبعا عامله حسابي ابدا ان انا هسمع صوتها، لكن ده فعلا بركه من ربنا ان احنا نسمع صوتها. تسمعي صوتها وتسمعي فرحتها، وعشان الناس كلها تفرح معايا. امين. هو ده هدفي صدقني، ربنا العزيز. هو ده هدفي صدقني، ان الناس كلها تفرح معانا. امين امين امين. نسلم عليها. الو. سلام ونعمة يا ماجدة، الحمد لله على سلامتك حبيبتي. الله يسلم حضرتك، ربنا يخليك. ألف ألف الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، بارك دعواتك وصلواتكم، ومشكرة أوي لحضرتك ولكل الناس اللي صليت لي ودعت لي. أتمنى تكوني سمعتي صوت أخوكي وبابا وماما في حلقة الأسبوع اللي فات، وشفتي قد إيه كانوا هما يعني هيتجننوا علشانك، بس نشكر ربنا الحمد لله انك بخير. صدقيني ما سمعتش، بس دي جيت وشفت يعني حالتهم اللي كانت، والحمد لله يعني نشكر ربنا ان هو مد ايده واتدخل، وانا الحمد لله بخير، وبشكر حضرتك وجميع الناس، يعني من الكبير للصغير ومن الصغير للكبير، والحمد لله. ربنا يحميكي ويحافظ عليكي يا رب. ربنا يحميكي ويحافظ عليكي، وتكوني دايما في سلام وامان، وتفرحي بابا وماما واخوكي وعمك وخالك، وكلكم تبقوا فرحانين بوجودك في وسطهم. انت لا تتخيلي هم كانوا عاملين ازاي من غيرك. ربنا يخليكي، ربنا يعوض تعب محبتك يا رب. ربنا يخليكي يا حبيبتي، انا فرحانه جدا صدقيني، وده بركه انا ما استاهلهاش. ربنا يخليكي. وانا حابه اشكر اتفضلي مطران الصوت بتاعنا الانبا يؤنس. الانبا يؤنس طبعا بابا تواضرس. ايوه. وشكر وابونا لجثة ابونا بن يمين. ايوه ابونا ابونا بن يمين كان في البداري هنا في اسيوط، في البداري كنيسه العذراء. اه. وجثة ابونا بن يمين فتحي.
الله التعب معانا جامد، وربنا يبارك تعب محبته، وفعلا فعلا فعلا اثبت ان هو يستاهل الكهنوت اللي هو فيه. ممكن تعلنيها على الهوى يا ماجدة وتقولي انا بنت المسيح ولن اكون غير بنت المسيح؟ طبعا اكيد انا بنت المسيح ولن اكون الا بنت المسيح. ربنا يباركك يا رب، ربنا يحميك ويحافظ عليكي، ولن تكوني فريسة أنا طبعا أنا اللي بقول يعني نيابة عن لساني، يعني لن تكوني فريسة لذئاب خاطفة هي تجول ومنتظرة إنها تلتهم أي فريسة. فربنا يحميك ويحافظ عليك يا ماجدة، وأنا مبسوطة جدا جدا وألف حمد لله على سلامتك، وأنت رجعت لحضن المسيح، وحض المسيح ما فيش زيه في الوجود كله كله. الله يخليك وربنا يعوض تعب محبتك يا رب. ربنا يخليك، شكرا خالص. هيرجع وشك منور زي الصوره اللي على الشاشه دي، مش كده؟ اكيد طبعا لازم، مش رجعنا لحضن المسيح. صورتك اللي على الشاشه دي الكل كان بيتكلم عنها ويقول شوفوا الشام منور ازاي، وطبعا مش هنقول الكلام اي حاجه تانية، لكن كفايه ان انت هترجعي بالوش الجميل ده والروح الحلوه دي، وترجعي تضحكي وتضحكي بابا وماما واخواتك تاني. وانا لسه بقول ليوسف اكيد بابا رجع 30 سنه لورا. اكيد طبعا ابناء النور لازم يكونوا منورين زي الهنا. الله عليكي الله عليكي، ربنا يحميك يا حبيبتي ويبارك فيك. اشكرك جدا يا ماجده انك باركتيني وشرفتي البرنامج بسمع صوتك، بسمع صوتك بس. ربنا يخليك ويعوضك خير يا رب. ربنا يخليك يا رب. عايزه تقولي اي رساله لاي بنت لاي حاجه تقوليها؟ اولاد المسيح ما يخافوش من اي حاجه، المسيح معاهم في كل وقت وفي كل ثانيه وفي كل دقيقه، و ما يجلجوش، وقصتي دي تكون درس لكل واحدة، ومهما كانت الضيقة ومهما كانت الظروف، إن هي أولاد المسيح في الأول وفي الآخر هيفضلوا أولاد المسيح، والمسيح عمره ما هيسيبهم. الله عليكي، رسالة جميلة لكل بنت، اوعوا تخافوا، ارجعوا ارجعوا مهما كانت صح، وخصوصا حتى لو كانت حصل اي حاجه ارجعي لو انت عايزه ترجعي، وما تخافيش، حضن بابا وماما واخواتك والاسره والدنيا كلها هتلاقيه مفتوح لكل واحده عايزه ترجع. ما تخافيش ما تخافيش، الاول هو اللي مفتوح بس الحضن الاول طبعا، لان المسيح بيقبلك. ده اللي انا حسيته، جاب الحضن، ما هو حضن المسيح ليه؟ ما هو عايزني، ما كانش كل اهلي عايزني. الله عليك الله على كلامك. هو لو مش عايزني يحارب عشاني ويخلي اهلي يحاربوا عشاني. بالظبط بالظبط. انا يعني مبسوطه قوي، وصدقيني يمكن انت نموذج انك انت الرساله الفعليه لكل بنت ماشيه في اي طريق، حتى لو كانت متغميه العين، مش واعيه هي بتعمل ايه، مش واخده بالها انها فريسه وان الشبكه بتتنصب لها وانها هتقع في الفخ. فاصحي وفوقي قبل فوات الاوان، ودي رساله من ماجده ليكي، مش كده يا ماجده؟ اكيد طبعا حقيقي، فوقي وارجعي حتى لو مهما كانت الخساير. صح، ربنا قبلك زي ما انت، زي بخسايرك بجروحك باوجاعك باتعابك بكل حاجه. برافو، كل حاجه ربنا، كل وضع اللي انت فيه ربنا جابلك بيه. برافو عليك. وبعدين هو اله التعويضات، يعني هيعوض وهيطيب وهيداوي الاوجاع مهما كانت المده، بس لازم احنا نتمسك بيه وندي لنفسنا فرصه ان احنا نرجع له ونمسك فيه جامد. انا بامانه مش عايزه اخلص الكلام معاكي، نفسي اقعد الحلقه كلها معاكي. اشكرك جدا يا ماجده على وجودك معانا وعلى سماع صوتك واسرتك كلها الجميله الطيبه، اشكرك جدا، ورسالتك لكل بنت ربنا يحميك ويحافظ عليك يا حبيبتي. ربنا يخليك يا رب، اشكرك جدا. تفضلي. زي ما سمعتوا ماجده بلسانها بصوتها هي بنت المسيح ولن تكون غير بنت المسيح.
طبعا المخفي في الكلام واضح جدا، المعنى في بطن الشعر زي ما بنقول، الكلام اللي بنحاول نخفيه كل واحد قادر يفهم المعنى ايه. وطبعا مش هقول ليه بنعمل كده او ليه الاسباب، اكيد حضراتكم هتفهم. نكمل الفرح عشان الوقت بتاعنا برضو، لان الموضوعين اللي جايين مهمين جدا. اكبر دولة اسلامية على مستوى العالم هي اندونيسيا، واندونيسيا 200 مليون مسلم او اكتر، احتمال يكون اكتر بس هو كده، هي اكبر دولة اسلامية. لو هم فرحانين بان في 1 2 10 100 بيقدروا يوقعوهم في شباكهم، السيد المسيح بنفسه بيلمس قلوب بنفسه وبيغيرهم من الظلمة للنور. 30% هتسمعوه في التقرير ده او الفيديو اللي جاي ده، 30% من شعب اندونيسيا بيتحول الى المسيحية. تعالوا نشوف الفيديو. In the last 5 years, Indonesia has been experiencing a surge in Christianity. Churches here say that 30% of this Muslim country is now Christian. Much of the growth in Christianity in this country comes from the Pentecostal churches. The pastors testify that more and more people, including Buddhists and Muslims, are attracted to attend the Christian services. Pastor Billy Jotoraharjo has seen tremendous growth in his church. The congregation has increased from 400 to more than 6,000 members in just 4 years. We always pray, open heaven. God, we pray, open heaven. God touch people, even in outside. They got healed. Outside, they got saved. Eddie De La Rosa is a former Buddhist. His wife, Sophie, is a former Muslim. Both experienced the power of the Holy Spirit at Pastor Billy's church. Eddie had pancreatic cancer that had spread to his liver. He was given only 6 months to live. Every day, I'm waiting for death. One day, my friend, Christian, she told me, try my Jesus. I said to Jesus, give me a chance, I will serve him. Give me one more chance. Today, after 6 years, Eddie is well and regularly attends this Christian church. I believe I'm healed with my faith. Jesus is my healer. Jesus is my savior. Jesus is my Lord, my master, everything. Sophie first came to the church when she brought her parents-in-law to the service. There I felt at peace. When I went home in the evening, I turned on the radio and I heard the Muslim prayer and I prayed, God, please lead me to the right way. I went to the Christian church more regularly until I enjoyed it and I decided to surrender my life to Jesus. More and more people are coming to Christ in the world's biggest Muslim country. Leaders say it is the prayers and the unity of the churches that have opened its doors for salvation. We pray for the revival of Jakarta, we pray for the revival of Indonesia, and we pray for the greater outpouring in Jakarta and Indonesia. So we are thinking not just our local church itself growing, but we are thinking the whole nation get changed and transformed by God. Lucille Talusan, CBN News, Jakarta, Indonesia. شفتوا ربنا بيختار ولاده ازاي؟ بعناية. من وسط 200 مليون 40 مليون مسلم تحولوا للمسيحية في بلد واحدة، في بلد واحدة. وقبل كده عرضت لكم فيديو لشخص مسلم سعودي بيقول الأعداد في السعودية أكتر ما تتخيلوا. وطبعا لم تعلن هذه الأعداد ولم يعلن هؤلاء الناس عشان خاطر حفاظا برضه على حياتهم. كده فهم الموضوع يعني ايه حفاظا على حياتهم. خلاص، فبأمانة شيء مفرح جدا. انتوا ما تتخيلوش لما واحد بيبقى عايش في الظلام ولما بيشوف النور
ازاي بيقدر يشوف الدنيا وهو مفتح عينه في النور، عكس اللي بيبقى مغمض عينه ومنساق وما هوش عارف هو رايح فين ولا جاي منين. فخلينا في الكلام، مش هندخل في موضوعات تانية. في ثلاث بنات نشوفهم كده، صورة لثلاث بنات عايزة أوريهم لكم. الثلاث بنات دول، البنت الأولى شايفينها اللي هي فوق لوالدتها ووالدها بيبوسوها، دي خرجت واختفت وخارجة بمزاجها، بمزاجها اختفت. أهلها بلغوا الشرطة أن بنتهم مش موجودة ومختفية. عملوا فريق بحث، الشرطة عملت فريق بحث ورجعوها فورا، ما عادتش كام ساعة بره أو بالكتير أو 24 ساعة. الصورة التانية المحجبة اللي تحت دي في صيدلة أو دكتورة صيدلانية، برضو خرجت وبرضو الشرطة رجعتها. مش هنتكلم عن رجوع أو الثغرات اللي في عدم رجوع ماجدة عن طريق الشرطة بنفسها، يعني المفروض برضو أهل ماجدة راحوا بلغوا الشرطة وراحوا عملوا محضر ومشيوا في كل الطرق القانونية. المفروض إن في خطوات من الشرطة زي ما عملوا مع البنتين دول، يكونوا فريق بحث ويرجعوها حتى لو هي عايزة تمشي بمزاجها. أي واحدة، ما بتكلمش عن ماجدة بقى دلوقتي خلاص، أي واحدة عايزة تمشي بمزاجها زي ما جابوا البنت دي لباباها ومامتها اللي هما بيبوسوها، لو هي عايزة تقول لهم أنا مش عايزة أعيش معاكم خلاص، تفتكروا أبوها وأمها هيربطوها في رجل السرير ويقولوا لها ما تمشيش إحنا هنفضل مكتفينك؟ أكيد. وهي حرة طليقة هتقدر تخرج مرة واثنين وثلاثة وتمشي. الصيدلانية، المغزى من الموضوع، الاثنين اللي رجعوا، حد منهم من الشرطة قال لأهاليهم هي ماشية بمزاجها ما تسألوش عنها تاني؟ هي راحت حبت واحد واتجوزته؟ هي خلاص ما تدوروش عليها؟ هي زي ما بيقال لأي أسرة مسيحية، الشرطة دايما ما تسألوش عليها تاني؟ خلاص اتجوزت؟ خلاص أسلمت؟ خلاص مش عارفة إيه؟ من غير ما يجيبوها لأهلها وهي تقول لأهلها أنا مش عايزة أعيش معاكو، أنا خلاص هسلم. إحنا لا عندنا حد ردة، ولا عندنا أكل، ولا عندنا ذبح، ولا عندنا أي حاجة من الكلام الفارغ ده، ما عندناش. لو هي بالغة وواصلة للسن القانوني اللي يخليها تقدر تعيش حياتها زي ما هي عايزة بمنتهى الحرية، هي اللي خسرانة بس. لكن لما يبقى في مكيالين، أكون فريق بحث عشان أرجع البنتين، وفي حالة أي بنت مسيحية نسمع كلام ما ينفعش يتقال أصلا لأب وأم، وما ينفعش أصلا من الشرطة هي تقول الكلام ده، لا، المفروض أن أنت كشرطة تقوم بواجبك الوظيفي اللي أنت حالف وقاسم اليمين عليه، أنك تأدي دورك بمنتهى الأمانة بمنتهى الشرف بعيدا عن الدين. انت اسمك الامن والامان للناس، مش اميز دين عن دين ودي اعمل لها فريق بحث ودي لا. ده قصدي من الصوره دي. طيب تعالوا نقول لجيشنا المصري الجميل الف الف مبروك، بس عشان تعرفوا الشياطين بتعمل ايه. الخونة المجرمين في الفتره اللي فاتت، يمكن الصوره دي تكونوا حضراتكم شفتوها، اللي انتوا شايفينه لابس كاكي ده واحد من الخونة المجرمين، لبس اللبس الجيشي ده، وكانوا بيصوروا في أثناء المظاهرات العيالي اللي تمت من فترة قريبة دي، وقالوا إن الجيش بينقلب على الدولة، الجيش بينقلب على السيسي، وكان بيصور كده عشان يظهر للعالم كله إن الجيش مش متفق مع السيسي، وهو خاين وعميل وقابض وكله، بدليل ان هو اصلا مش في الجيش ويلبس لبس الجيش عشان يبين لوسائل الاعلام لما ينشر الفيديو اللي هو بيصوره ان الجيش قال ايه، انقلب على السيسي، انقلب على مصر، انقلب على الدولة.
يا خونة هتفضلوا خونة، والشعب والجيش بيرفضكم تماما. اصحوا فوقوا بدل ما كل واحد فيكم هيلاقي نفسه في مزبلة التاريخ. نعزي بقى، احنا شفنا الحاجات الحلوة، ندخل في مواضيع تانية بقى. نعزي مصرنا الحبيبة بفنان جميل، قدم شخصيات جميلة، قدم أدوار كتيرة، قصص لها معنى، أفلام هادفة. أعتقد معظم أفلامه تقريبا كان ليها قصة. الحكم في آخر الجلسة ده من أنا بالنسبة لي كان من أهم الأفلام الاجتماعية اللي بتبين إيه اللي بيحصل للبنت مثلا. فالمهم يعني ليه أفلام كتيرة جدا ذات معنى، وهو الفنان محمود ياسين. نعزي الفنانين ونعزي الشعب المصري فيه. بجد رحلوا الفنانين اللي المفروض عشنا وشفنا أفلامهم وتجمعنا حول أفلامهم وسمعنا أدائهم أو شاهدنا أدائهم في السينما المصرية اللي كان العالم كله بيعرف الأبطال المصريين أو أبطال الأفلام. والفن المصري كان على مستوى الشرق الأوسط، هي أول دولة، هي هوليود مصر، هي الفن المصري. فتعالوا اسمعوا الفنان محمود ياسين الله يرحمه. طبعا احنا دايما نقول الله يرحمه، لأن ربنا ما ادناش التفويض ان انا اقول مين يرحمه مين ما يرحموش زي المتخلفين عقليا. احنا نقول ربنا يرحمه، هو في ايد ربنا قبل اي شيء. لكن هذه القصيدة او هذا الكلام اللي وجهه في ذكرى انتقال قداسة البابا شنودة، واسمعوا كلمة سيدي البابا لما كان بينطقها، سيدي البابا. ما خجلش، لان ما كانش فيه في وقت ما كان فيه الشياطين موجودة من قديم الازل، لكن ما كانش بالحال اللي احنا بنشوفه دلوقتي. نسمع محمود ياسين الله يرحمه وسيدي البابا. تقول الأسطورة المصرية العظيمة إنه لما بكت إيزيس أوزوريس تساقطت الدموع ها هنا خلفنا في نهر النيل، فكان الفيضان وكان الخير وكان العمران وكان الخلود. وكما النيل دائما خالد بعقائدنا، عرفناك سيد البابا متربعا على القلوب كل القلوب بحلمك وعفوك وصبرك، فلم نجد أرحب من صفحة النيل كي نخلد عليها ذكراك التي لن تبرح أبدا قلوب كل المصريين. سيدي البابا يعلم القاسي والداني أن مصر بأرضها وشعبها بمائها وهوائها قد شغلت كل خلجة من خلجات نفسك، فعشت بها ولها، لذا لم تبخل مصر عليك بأن وضعتك في سويداء قلبها مع أعاظم الرجال الذين منحوا أو أعطوا وضحوا ولم يبخلوا، فكان نعم العطاء منك وكان الجزاء عظيما. سيدي البابا رأيت ليلة نبأ رحيلك والدموع تترقرق في العيون، وكيف لا وقد سكنت العيون
واستكانت لك العيون. ولسنين طويلة تلك البسمة الحانية التي كنت تواجه بها المحن والخطوب ليلتها تذكرتك كنيسة الماد في أرض فلسطين السليبة، وتذكرك الأقصى المغتصب، وبكتك حمامات السلام الذي عشت راعيا له. أبعد هذا؟ طبعا كان نفسي أسمعكم بقية كلامه كله، كمية التسقيف على كلماته الجميلة، بس اختصارا للوقت عشان خاطر في موضوعين مهمين جدا. تحية لروحك أيها الفنان محمود ياسين، ربنا يعزي أسرتك وزوجتك وأولادك أو بنتك، كل الفنانين الجمال ربنا يعزيهم. في لو احنا شايفين يوم ورا يوم وأسبوع ورا أسبوع في 2020 عمالين نودع ناس ونودع الفن والفنانين كمية كبيرة في عام 2020 اللي وريتكم الأسبوع اللي فات يعني إيه 2020، بصماته بيحطوها في السنة اللي مش هتتنسي اللي باسم واحد صاحبنا. نعزي بقى الصحافة. الصحافة المفروض ان الصحافة من أسمى الوظائف ولا تقل عن أي شيء في سموها، بل بالعكس ممكن تكون، وقلت لحضراتكم قبل كده، التعليم والإعلام أخطر حاجتين في حياة الإنسان. فلما يكون الإعلام فاسد من أول كبيرها لأصغر واحد فيها يشترك في هذه الوظيفة في هذه الجريدة، وهذا الإرهابي المتمثل في شيطان ولابس بدلة اللي يعرف كويس جدا ازاي يكذب، ازاي يضرب تحت الحزام بأساليب قذرة بذيئة، يعمل العملة ويقول موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي وهو اللي عاملها عشان ما يشبهش نفسه ان هو، لان هو قال كده، هو كاتب في المحتوى بتاع الخبر كده انها موجوده على وسائل التواصل الاجتماعي، وصدقوني انا بحثت عنها طول الاسبوع اللي فات عشان اشوف مصدرها، وفي النهايه طلعت عنده هو. وهذا المدعو المسمى بخالد صلاح، واللي طبعا لازم تكون تحت جناحه الحاجه صار علام اللي اثبتنا انها ارهابيه الفكر، داعشيه الفكر، لما يعمل صوره زي كده وفي اليوم السابع فوق اهي ويكتب عنها ترامب المخلص، ويحط تحت يعني علق ترامب على الصليب، ويعمل اللي تحتيه كانهم بيصلبوه بيقتلوه، هل ما كانش ينفع يعبر عن اللي كاتبه من غير ما يعمل صوره زي دي؟ هل ده مش اسمه ازدراء للمسيحية؟ ولا هو ازدراء للأديان ما بيطبقش إلا على من يمس بس الإسلام؟ يمس، يكتب أي حاجة، يقول أي حاجة على طول يتقبض عليه ويتجر للسجن ويتحاكم. خالد صلاح والتعابين اللي عنده هيفضلوا لغاية إمتى بهذه القذارة من غير ما يحاكمهم حد؟ نقابة الإعلاميين والصحفيين وكله كله كله محدش بيوقفه عند حده ليه؟ ليه؟ بالرغم ان هو لو شفتوه قبل 2011 كان ازاي بيمجد ويعظم في دواعش، ولو شفتوه في 25 يناير كان بيقول ايه عن الشباب اللي في ميدان التحرير، ولو شفتوه مع مرسي كان بيكتب ويقول ايه، كنتوا عرفتوا مين هو خالد صلاح، وعرفتوا الحرباية اللي معاه اللي اتكلمنا عنها اللي هي ما زالت بتكتب حتى الآن الانقلاب، ومع ذلك سايبينها حرة طليقة، وهذا الأفعى برضو سايبينه حر طليق، لم يمس أبدا بازدراء الأديان لا هي ولا هو. ليه عايز أفهم ليه، ومين وراه اللي مخليه بالطريقة دي ولم يحكم ليه،
وهي لم يتم القبض عليها ليه؟ زيها زي أي إخواني في مصر اتقبض عليه بتهمة تكدير السلم العام، زي ما انتوا ما بتقولوا في التهم كده، الانضمام لجماعة إرهابية، أي حاجة. هي لما تقول انقلاب وتتكلم على الرابعة وتتكلم على الجيش وكل اللي أنا عرضته لكم ده، ده ما يديش حق للدولة إن هو يحاكمها؟ وهو ملهوش حق، أو الدولة ملهاش حق إنها تحافظ على نسيج الوطن اللي بتتكلموا عليه، اللي حوريكوا دلوقتي في حب مصر. طب في حب مصر إن هو يأذي مشاعر المسيحيين، هو ده حب مصر عنده؟ ولا ده ما يفرقش لأنه عارف مهما عمل مش هيتم القبض عليه، زي كل الشيوخ اللي تم مساءلتهم ولم يتم القبض عليهم، فقط مساءلة، كل من كفرنا فقط مساءلة، ويخرج بإيه؟ يخرج بآية أو حديث يبرأه، الكتاب بيقول كده، أنا ما جبتش حاجة من عندي. هكذا هذا التعبان تحت ستر الصحافة اللي لغاية دلوقتي ما بتحافظش على نسيج الوطن من هذا الثعلب. ده الإعلام. نعزي مصر برضو في نوابها بجد. لما بشوف الحاجات دي بحزن جدا. الحج اللي هتشوفوا صورته وهتشوفوا الكلام اللي هو كاتبه ده دلوقتي، عبد الرحيم علي من صفحته الرئيسية، تحت رعاية النائب عبد الرحيم علي قافلة طبية مجانية. طبعا الكلام ده من يوم الاثنين اللي فات. خرج عبد الرحيم علي أو خرج قافلة طبية وقافلة أكل وقافلة مش عارفة إيه، لو قريته أهو، تبدأ اليوم الاثنين برعاية عبد الرحيم علي قافلة طبية مجانية بالعجوزة. تنطلق اليوم قافلة طبية مجانية مجانية برعاية الدكتور عبد الرحيم علي عضو مجلس النواب بمستوصف مسجد كذا كذا بشارع كذا. بات ذلك تزامنا مع احتفال ذكرى أكتوبر العظيم، بعدما اجتمع عبد الرحيم علي مع أهالي الدقة والعجوزة وقرروا الاحتفال بشكل مختلف. يشعر الجميع أنهم في عيد حقيقي بتخفيف الوجع عن المريض، بتنظيم قوافل طبية في كل المناطق وإدخال السرور مش عارف إيه وشنط المدارس للأطفال، ثم نحر الذبائح وتقديم اللحوم للأسر، على أن يكون ذلك في كل المناطق في أيام متتالية. بدأت أمس بمنطقة المنيب واليوم في العجوزة وغدا في الدقي. السؤال، حضرتك تفرق ايه عن الخونة المجرمين اللي استقطبوا الناس بكيس سكر وإزازة زيت؟ كانوا بيعملوا كده عشان الانتخابات. حضرتك القوافل دي ما خرجتش ليه في الأربع سنين اللي فاتوا أو في المدة اللي فاتت كلها؟ اشمعنى خرجتها قبل الانتخابات بفترة صغيرة؟ يبقى أنت بتتاجر برضو، أو بمعنى أصح أكل الفم تستحي العين. أنا أكلكم وديكم ذبايح وأكل وشرب وشنط المدارس عشان لما تيجي الانتخابات ما تقدروش، ده أنا لسه مأكلكم، ما تقدروش تنتخبوني، يبقى لازم هتنتخبوني. إذن هي مصلحة عامة يا حاج عبد الرحيم، إذن هي المصلحة شخصية، بدليل ان انت ما خرجتش القوافل، ما عملتش اللي انت بتعمله ده في كل المدة اللي فاتت، بس عملتها بحجة نصر اكتوبر. طب ما عملتهاش في رمضان ليه؟ ما عملتهاش في عيد الاضحى اللي فات ليه؟ ما عملتهاش في اي مناسبة تانية ليه؟ اشمعنا في نصر اكتوبر؟ عشان هي قبل الانتخابات، عشان لسه يبقى طعم اللحمة ببقكم ما نسيتهوش، ففي الانتخابات تنتخبوني. عرفت ليه بقول لكم تعزياتي لمجلس النواب؟ فانت حتى لو ما كنتش من الخونة المجرمين، انت بالفعل عملت اللي بيعملوه الخونة، بس مش اكتر. ده عبد الرحيم علي. حب مصر مش بالكلام، بالفعل. شوفوا الكام صورة اللي جايين دول، ازهريون يؤدون صلاة الظهر جماعة داخل مطرانية طنطا في الغربية. ده بتاريخ 12، النهاردة 15، يعني من 3 أيام. الوفد ده راح عشان يجتمع مع
الأنبا بولا اللي هو أسقف طنطا والمحلة وي وي، فراحوا هناك عشان هيعملوا زي اجتماع يناقشوا فيها ازاي يخلوا نسيج الوطن اللي بنتكلم عنه ده نسيج واحد ويبقى حلوين مع بعض ونحل المشاكل ومش عارفة ايه. طبعا مش هقول ان هم منشنين على قبل صلاة الظهر بشوية صغيرة زي بعض هعديها، مع ان ده حصل في كتير جدا في مواقف حتى في البيت الابيض، حتى في البيت الابيض كانوا يروحوا في زيارة للرئيس ينشنوا قبل ميعاد الظهر الساعة 11 11 ونص عشان لما يجي الظهر يقولوا له معلش ميعاد الصلاة جه فممكن نصلي، اه اتفضلوا. نفس اللي حصل. بس السؤال لبتوع نسيج مصر او حب الوطن، يا ترى فعلا لما تلاقي واحدة قاصر، ودوس على كلمة قاصر دي قوي، في الأزهر وانت عارف من شكلها حتى انها قاصر، حتى لو جالك معاها شهادة تسنين وبتقولك انها مش قاصر، يا ترى هتقف مع نسيج الوطن وحب مصر وتقول لأ مش هشهر إسلامها؟ يا ترى هتبعت تجيب أهلها وتقول لهم بنتكم دي قاصر ولا لأ؟ ولا هتعتمر على شهادة التسنين ومش مهم شكلها اللي باين إنها عيلة ويلا أنصر الإسلام ومش مهم نسيج الوطن، طز في نسيج الوطن وفي حب الوطن، مش كده؟ مغزى كلامي أو اللي بقصده إن يكون حب الوطن بالفعل مش بالكلام. اهلا وسهلا بيك، احنا القاعة اتفتحت لك واتفرشت بالسجاجيد عشان تصلي زي ما انت عايز، ما عندناش اي مشكلة في المواضيع دي خالص، لان ربنا احنا بنعرفه بالقلب مش بالكلام. يعني ما اقولكش ان انا عارفة ربنا وبعمل حاجة عكس اللي طلبه مني ربنا زي ما انتوا بتعملوا، ما عندناش مشكلة، صلي زي ما انت عايز ان شاء الله جوه الكنيسة مش في قاعة، ان شاء الله قدام الخرس بتاع الشمامسه مش مهم، احنا عارفين احنا بنعمل ايه، لكن العكس اقلب العكس. هل ممكن؟ احنا على فكره عندنا الصلوات برضو مش زيكم، انتوا عندكم خمس صلوات يعني متقسمه، لا احنا عندنا برضو زيكم طول النهار نصلي مش مشكله. فهل بس احنا مش بالتوقيت لانه مش فرض، مش فرض. انت عندك فرض يعني الساعة كذا لازم تعمل، وما ينفعش تعدي واحدة وتيجي التانية، مع ان عندكم الكلام ده يعني ممكن صلوة مع صلوة تاخد الظهر والعصر مع بعض مثلا. لكن لو الأنبا بولا راح عندكم وقال لك ممكن اروح أدي صلاة العشية في أوضة عندك، ممكن هتوافق؟ هتدي له قاعة او أوضة عندك وتفرش هالو عشان يصلي صلاة عشية؟ ما افتكرش. ده حب الوطن كمان مرة، يا ريت يكون بالفعل مش بالكلام. طيب ندخل في الجزء المهم جدا، فرنسا. قبل ما اقول لكم اي حاجة، لان طبعا معروف ان اي محتل المفروض ما بيهموش البلد اللي هو فيها اللي هو محتلها، حتى لو اتدمرت مش مشكلة، بيستغلها جدا، بيستغل ثرواتها جدا و لكن ما بيعملش لتحسينها، صح ولا غلط؟ ده المحتل. يعني قبل 1400 سنة مصرنا الحبيبة كانت بنفس الحال، سيبوكوا طبعا من التقدم التكنولوجي وي لا 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 مش بتكلم على كده، بتكلم على الحضارة. قبل 1400 سنة مصرنا الحبيبة حضاريا زي الآن؟ لا طبعا. أي دولة هاتوها قبل الاحتلال وبعد الاحتلال هتلاقوها بعد الاحتلال متدمرة زي سوريا وزي اليمن زي ليبيا، ما هي محتلين الثلاثة دول، والعراق برضو محتلين، متدمرين ولا أحسن؟ هدفي من الكلام
الحملة الفرنسية أو الاحتلال الفرنسي لمصر دمر مصر زي ما أنتوا بتشوهوا في التاريخ. أنا عندي موضوع مهم جدا في التاريخ بس مش النهاردة، يعني في لمصرنا الحبيبة بس مش النهاردة، لأن لسه بقرأ فيه كتير قوي. المهم، عادة الاحتلال بيدمر، لكن هقول لكم شوية حاجات كده وافتكروها وتأملوا فيها بالنسبة للاحتلال الفرنسي لما جه مصر. شامبليون قام بفك رموز حجر رشيد، وقرأنا جزء من تاريخنا وعلومنا الفرعونية المصرية عن طريق فك هذه الرموز، صح ولا غلط؟ شامبليون فرنسي لما كان جاي مع الحملة. موريت قامت بتأسيس مصلحة الآثار المصرية، فرنسية. ديليسيبس هو اللي شق قناة السويس وأصبحت لمصر الدخل الرئيسي والأساسي لمصر حتى اليوم. كانوا عايزين يخلوها لغاية، طبعا الاحتكار كان أو يعني إن ليها 99 سنة تفضل تحت الوصاية أو الحملة الفرنسية، ولكن طبعا الرئيس الراحل زعيم الأمة العربية جمال عبد الناصر فضل يعني ما قدرش يستنى لغاية ما 99 سنة يخلصوا عشان يقي حرب 56. ما فكرش، بس هو كان عايز يبقى عمل حاجة ما حدش يتكلم عنها إلا في عصره، إن هو اللي أمم قناة السويس. بس مين اللي حفر قناة السويس؟ ديليسيبس. طيب قام علماء بحفظ سجلات للآثار المصرية وأصدروا موسوعة وصف مصر، طبعا برضو ده في الحملة الفرنسية، وحفظوا تاريخنا. نابليون أول من أدخل المطبعة باللغة العربية، الطباعة باللغة العربية، مش محمد علي. كل التاريخ بيقول إن محمد علي هو اللي دخل الطباعة، لكن اللي دخل الطباعة باللغة العربية كان نابليون. كلود بيك اللي شارع كلود بيك اللي في رمسيس أنشأ مدرسة الطب الأولى في مصر. أنشأ مدرسة الطب الأولى، مين اللي عملها؟ كلود بيك. سليمان باشا اللي طبعا ميدان سليمان باشا واللي قالوا مش عارفة عنه ايه، المهم الفرنساوي وضع قواعد تأسيس الجيش، هو اللي حط القواعد الأساسية للجيش، وهو فرنسي وأطلقوا عليه هذا الاسم لأنه كان يعشق مصر، مش بيدمر مصر، بيعشق مصر. لكن احنا عندنا خونة مجرمين يدمروا مصر، مش مشكلة. عرفتوا مين المحتل ومين المش محتل؟ الفرنسيون هم من ساعدوا محمد علي للنهضة بمصر، ولولاهم ما كانت نهضة لمصر في مرحلة الأسرة العلوية الراشدة. بدو المسلمون احتلوا البدو مصر 14 قرن، تم تكسير كل اللي قلناه ده كله ورجعوا مصر للتخلف والجهل والرجعية والحقارة في الملامح البدوية بتاعتهم على مصرنا الحبيبة. نضحوا، عارفين يعني ايه نضحوا؟ نضحوا على مصر. دول الفرنسيين. ندخل بقى في عرفتوا الاحتلال؟ نسيت اقول لكم، فاكرين انجلترا الاحتلال البريطاني لمصر؟ مين انشأ سكك حديد مصر؟ الاحتلال البريطاني. اطول سكك حديد في الشرق الاوسط هي اللي في مصر. مين اللي عملها؟ الانجليز. دمروا ولا خلونا احلى؟ لكن في ناس تانية تحتل تدمر حتى الان 1400 سنة. المهم اول حاجة في فرنسا شيخ الازهر، في موضوع شيخ الازهر دار حوار ما بين شيخ الازهر وما بين المفتي، لان المفتي قال حاجة. طبعا كلكم فاكرين ان الرئاسة او الدولة عايزة تخلي دار الافتاء تبع وزارة العدل، واتكلمنا في الموضوع ده. فطبعا اي حاجة بيقولها المفتي بيرد عليها شيخ الازهر بكلامه، لكن حوري لحضراتكم حاجات مهمة جدا جدا في الكلام ده. ماكرون والاسلام، ما حقيقة التباين في ده البي بي سي على فكرة، ويوم
13 حاطه لكم خط تحت التاريخ. ومفتي مصر في تصريحات في ايه بقى اللي حصل؟ نشوف اول حاجه. الازهر هنا من صفحه الازهر على تويتر، او يعني الازهر شايف فوق على تويتر اهو كاتب ايه؟ استخدام، طبعا بيعرب الامام الاكبر احمد الطيب عن استنكاره وغضبه الشديد من اصرار بعض المسؤولين، هو يقصد ماكرون طبعا، في دول غربيه على استخدام مصطلح الارهاب الاسلامي، غير منتهن لما يترتب على هذا الاستخدام من اساءه بالغه للدين الاسلامي والمؤمنين به، ومن يجاهل مع تجاهل ومن تجاهل معيب سوري ومن تجاهل معيب لشريعته سمح، فعلا سمح جدا، وما تذخر به من فتاوي. بيقول ايه بقى؟ معربا عن غضبه شيخ الازهر يرفض تداول مصطلح الارهاب الاسلامي ويطالب بتجريم استخدامه. يعني اللي يقول كلمه المصطلح الارهاب الاسلامي تبقى دي جريمه يعاقب عليها القانون، يسجل غرامه مش عارفه ايه 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 ايه. هو يا حاج يا طيب يا اللي مش طيب، شفت اي ارهاب حد بيفجر نفسه غير المسلمين؟ حد بيذبح غير المسلمين؟ حد بيحرق في قفص غير المسلمين؟ كل الحاجات اللي بالسطور، واخد بالك؟ فاكر ولا ناسي؟ بالسطور وفي فرنسا غير المسلمين؟ لم يغمض العين او لم يغض البصر وضرب البت وشلفط لها وشها، حد عمل كده غير المسلمين؟ عايز يعني انت تعمل العمله وعايز كمان تجرم اللي بيتكلم عنك؟ عايز هوريك يعني جمال الناس اللي رد عليه. شيخ الازهر بيقول في اوروبا، ان هي برضو تويتر بتاعته واحمد الطيب، مقولة المسلمين إرهابيون، هذه المقولة خدع بها وابتلعها كثيرون حتى من أبناء المسلمين أنفسهم، والحقيقة التي يشهد بها الواقع والتاريخ يا السلام والضمير الحر، أن المسلمين هم بناة حضارة في كل مكان وجدوا، حتى في قلب أوروبا. يا راجل حرام عليك، هم بنوا حضارة في قلب أوروبا وهم متخلفين في بلادهم؟ يا راجل حرام عليك، يعني هاتلي الحضارة كده إسلامية، يعني دولة حضارية ما حصلتش في الدول الشرق أوسطية أو الدول الإسلامية، ما حصلتش زي الدول الكفرة. هم بينشئوا حضارة أو بيبنوا حضارة في أي مكان يروحوه. طب روح كده وحياتك، أنت رحت فرنسا واكيد رحت بريطانيا واكيد رحت دول كتير وطبعا رحت المانيا، روح للاماكن اللي بيتجمع فيها المسلمين وشوف شكل الحضاره اللي فيها، شوف كميه الزباله والرائحه الكريهه اللي قبل ما تدخل الحي، شوف القذاره اللي في الحي، شوف الالفاظ اللي بتتشتم في الحي. ايه بناء الحضاره بقى اللي هم بنوها؟ انهم قفلوا على نفسهم وعمل مجتمع خاص بيهم محدش يقدر يهوب ناحيته. ده حتى في امريكا هنا في بعض الولايات للاسف الشديد بيتجمعوا فيها، اللي هي الولايه اللي نجحت الحاجه الهان عمر، يتجمعوا فيها وطبعا لانها مؤمنه زيهم، ادي حاجه من حاجاتك بنات الحضاره. ايه رايك؟ شايف بتاع افغانستان ولا باكستان بيعامل المراه ازاي؟ ودي المرأة نفسها اللي حطت رجليها على القمر. مين فيهم اللي بنى الحضارة؟ مين فيهم اللي ما زالت حتى الآن بتعامل بالضرب؟ لكن الغريب مش في ضربها بس، الغريب في القوم المؤمنين اللي قاعدين ورا دول اللي بيتفرجوا. هي دي المرأة في عندك، هي دي الحضارة اللي انت عايش عليها 1400 سنة. وشوف الحضارة التانية بالابتسامة بالجمال وصلت للقمر وحطت رجليها على القمر، حتى لو هي من غير دين، حتى لو هي يابانية صينية بيعبدوا بوذا، بس هي دي الحضارة انها قدرت توصل للقمر. وانت بقى ما زلت عايش في 1400 سنة فاتوا.
وتقول لي بتبني حضارة. طيب اللي بعده نشوف. شيخ الأزهر يقول إن كلام ماكرون يولد الإرهاب. الله الله على التناقض الجميل. يعني كأن ماكرون لما قال إن الإنعزالية اللي هم عايشين فيها في أوروبا، في حين رأى آخرون، بصوا بقى هو بيقول إيه، خدوا بالكم، في حين رأى آخرون أنا قصة حتة معينة وقصدي بيها حتة معينة إن تصريحات الأزهر غافلة عن الحقيقة. طبعا شيخ الأزهر ما هياش حقيقية، مضيفين الناس بقى رأيها في كلام شيخ الأزهر. من واجب كل مسلم مواجهة واقع التطرف الذي تعالى منه ديانة الإسلام، تعاني منه ديانة الإسلام. واجب كل مسلم مواجهة واقع التطرف الذي تعاني منه ديانة الإسلام. هو بيقول بقى في الوقت الذي يسعى فيه مع حكماء الغرب لتعزيز قيم المواطنة والتعايش، يا ريتك تتعايش ويا ريتهم هم يتعايشوا، تصدر تصريحات غير مسؤولة تتخذ من الهجوم على الإسلام غطاء لتحقيق مكاسب سياسية واهية. هذا السلوك اللاحضاري ضد الأديان يؤسس ثقافة الكراهية والعنصرية ويؤدي إلى الإرهاب. يعني قبل كلام ماكرون ما كانش فيه إرهاب يا شيخ الطيب يا اللي مش طيب؟ قبل ما ماكرون يقول الكلام ده ما كانش فيه إرهاب؟ يعني كلام ماكرون هو اللي هينشئ الإرهاب؟ بذمتك ما انتش مكسوف ان انت بتكذب؟ 1400 سنة الإرهاب موجود، وانا اعتقد ان انا يعني اكتر حاجة قدمتها إرهابكم حتى في مكة، ذبحتم المتمسك بستائر مكة، مسلم بيقتل مسلم، ده اسمه ايه؟ ده اسمه حب؟ اسمه غرام بينهم اتنين بعض؟ ولا اسمه بتقتل اخوك المسلم؟ بتعمل ايه؟ فين الكلام ده؟ كان ماكرون موجود؟ يعني ماكرون هو اللي حس، هو اللي حس الارهابيين انهم يبقوا ارهابيين؟ ولا لانه هو شاف في بلده اللي بيحصل منكم، وطبعا مش حاله ولا اتنين ولا تلاته ولا عشره ولا ميه، في فرنسا بالذات، في فرنسا بالذات من المسلمين، وقلت لك في احصائيه قبل كده 2300 جامع مديكم كل الحريه، ومع ذلك شوفوا الصور هوريك في فرنسا نفسها. يبقى هو كده اللي بيحث على الارهاب؟ ولا انتوا اللي بتغتصبوا حق الاخرين هو ده الارهاب بعينه؟ شوفوا قمه المحبه والجمال من الفيديو اللي هتسمعوه ده، ملهوش علاقه بالارهاب خالص يا شيخ الطيب. ده مش مسلم، ده بوذي اللي هيتكلم ده. يعني ده لما يقول لك الجهاد وسفك الدم وتقطيع الاجساد، تقطيع الأجساد، ده مش إرهاب؟ ولا ده اسمه إيه؟ الجهاد ده فين؟ في البوذية ولا في المسيحية ولا في الإسلام؟ اسمع العريفي بيقول إيه؟ نسمع. لا شك أن تعلق النفس بالجهاد في سبيل الله ورغبة النفس لسفك هذا الدم وسحق الجماجم وتقطيع الأجزاء في سبيل الله جل وعلا ودفاعا عن دينه، لا شك أنه شرف للمؤمن. قيام هذا المفهوم أصلا في قلبك هو شرف لك وإن لم تجاهد. الجهاد يا شيخ الطيب بسفك الدم وتقطيع، أنا عجباني قوي كلمة تقطيع الأجساد، وإلا ما يبقاش أنت بتجاهد. طب أنت عايز واحد زي ماكرون ولا أي رئيس دولة في العالم يسمع الشيوخ بتقول الكلام ده؟ والمصيبة إن الشيوخ دي تروح لبلادهم عشان تزور بلادهم وتطلع الكلام الدرر الجميلة دي في بلادهم وتحث المسلمين اللي هناك على إنهم يجاهدوا، وعايزه يقف من كتف إيديه؟ ده هو اتأخر قوي
اتأخر قوي، بس مش مشكلة، حتى لو الخطوة جت متأخرة أحسن من مفيش. وحقيقي هبشرك ببشرة خير، هبشرك. هتسن قوانين مهمة جدا في الفترة اللي جاية. اليمين اللي انتوا بتقولوا عليه، اليمين المتطرف اللي انتوا بتقولوا عليه، اليمين ده هو مش متطرف ولا حاجة، هو عايز يحافظ على بلده مش أكتر ولا أقل، عايز يحافظ على جمهوريته، عايز يحافظ على بلده. انتوا سميتوه متطرف. طيب اليمين اللي انت بتقول عليه متطرف ده زاد جدا في أوروبا، وهو اللي بيضغط دلوقتي على رؤساء الدول في البلاد الكافرة انهم يصلحوا من حال البلاد. ليه؟ لانه سابوا لكم الحبل على الغارف، والحبل اللي على الغارف ده خليته، فاكر لما قلت لك ان صاحب الحق صاحب الباطل بيعيش في الباطل وبيعتقد من سكوت صاحب الحق، ما هو صاحب الحق بيسكت، سكوت صاحب الحق بيعتقد ان هو على حق. يعني واحد بيفرش ويسد شارع عشان يصلي برغم ان عنده جوامع، بس يسد شارع عشان يصلي. فصاحب البلد بالإنسانية بحق الإنسان سابه يصلي، فسكوت صاحب البلد زي ماكرون كده سابهم يفرشوا في الشارع وما تعرض لهمش من أول يوم، اعتقد صاحب الباطل انه على حق، ان ده حقي. انا وريتك الاسبوع اللي فات في اسرائيل ما سدش الشارع، صلى على الرصيف ما سدش الشارع. ايه الفرق ما بين فرنسا واسرائيل؟ ده عارف يمشي القانون في البلد صح، وده تغاضى عن تنفيذ القانون. خد حقك زي ما انت عايز، بس ما تطغيش على حق غيرك. ده اللي عملته اسرائيل. خد حقك، صلي صلي على الرصيف، لكن ما تعطلش الشارع وتسده وتطغي على حق غيرك انه يعدي. فاعتقد صاحب الباطل انه على حق بسبب سكوت صاحب الحق. يا رب تكون فهم. اعتقد ان انتوا ما بتفهموش الكلام ده. المفتي جميل جدا كلام المفتي اللي جاي ده. على فكرة في برنامج نظرة مع حمدي رزق الحلقة يوم 9/10، أنا جايبة قصها برضو من تويتر من الصفحة بتاعته. ما يشاع، دار الإفتاء بقى هي اللي بتتكلم، ما يشاع أن فضيلة المفتي قال أن نصف المسلمين الأوروبيين أعضاء في داعش غير صحيح إطلاقا. ما قاله فضيلة المفتي أن المقاتلين الأجانب في صفوف داعش نصفهم من الأوروبيين. طب ايه الغلط؟ نصفهم من الأوروبيين، نص اللي في داعش الأجانب اللي في داعش نصهم من الأوروبيين، من أبناء الجيل الثاني والثالث المسلمين وفقا لدراسة أجرتها مجلة نيوزويك سنة 2016، ورابط الحلقة اهو. المفتي قال ان نص الأجانب اللي في داعش اللي بيقاتلوا مع داعش من الأوروبيين. حلو جدا. عندي 100 واحد في داعش، 50 منهم من أوروبا، إرهابيين جايين من أوروبا. هقول إن الـ50 دول يا إما مسلم أصلي من المولود من الأهالي المسلمة اللي هناك، أو واحد ترك دينه وتحول للإسلام. والجميل جدا اللي بيترك دينه بيتحول للإسلام، ده الجميل جدا انه بيتحول لإرهابي. يعني بيترك حياته العادية وبيتحول للإرهاب بعد ما اعتنق الإسلام. طب ليه ما بتحولش ان هو يقتل ويذبح قبل ما يعتنق الإسلام؟ لا، ده هو لقى اللي يشبع دمويته جواه في الإسلام فتحول للإسلام. عايز يقتل يعمل إيه؟ يروح لداعش. يبقى مين الإرهاب يا حاج؟ يا طيب يا اللي مش طيب، الإرهاب فين؟ المفتي قال إيه غلط؟
نص اللي فيه داعش من بقكم. المصيبه ان كل اللي بيكتب لي تحت الحلقات بيقول لي بطلي ومش عارفه ايه. انا جبت حاجه من عندي؟ شيخ الازهر كلامه الرسمي من صفحته من كلامه، المفتي من كلامه، وروحوا ابحثوا. عمري ما بجيب حاجه من عندي، عمري ما بجيب خبر واقول انا اللي قلته، بجيب لكم الحاجه من عندكم. خلاص المفتي ما قالش حاجه غلط، نص اللي في داعش من المسلمين الاوروبيين. اللي بعده المفتي عادي، هم بقى بيصلحوا دار الافتاء برضو، الموقع الرئيسي لدار الافتاء بيقول كلام غير صحيح. ان ايه هو اللي غير صحيح؟ مفتي الجمهوريه 50% من الجيل الثاني والثالث من المسلمين الاوروبيين اعضاء في داعش. ده اللي الناس بتقول ان هو ما قالهوش. طب ايه هو الصح؟ بصوا الصح ايه في العنوان اللي تحت في محور الحلقه بتاعت حمدي رزق. شوقي علام مكتوب اهي، شوقي علام بيقول ان في دراسه تمت في 2016 بيقول ان نص الاوروبيين في داعش، نص الارهابيين اللي في داعش من الاوروبيين. فوجدنا ان اعداد الاوروبيين في داعش بتتزايد من الاوروبيين. الله الله على الدواعش. دواعش هي الدواعش دول مين يا حاج يا طيب؟ الدواعش دول ايه؟ بوذيين برضو؟ مفيش ارهاب ولا حاجه، حد قال لك في ارهاب يا راجل؟ بعد الشر بعد الشر. طيب سوره الاطفال، دول اطفال كل تحت ودول اطفال الكفار اللي فوق. دول اطفالكم اللي تحت في داعش في سوريا في العراق في ليبيا في اي حته، هم دول اللي بتعلموهم ايه؟ اللي فوق بيعلموهم الموسيقى، الرقي، الاحساس المرهف. تحت بيعلموهم ايه؟ بيعلموهم القتل، الذبح، فصل الرقاب، الحرق، كل حاجه كل حاجه. طفل صغير انت زي ما قلت لكم بتفتحوا البلاعه هتطلع ايه؟ مش هتطلع برفان، مش هتطلع ورد، هتطلع دواعش. وهؤلاء هم الاطفال. يعني انتوا في مجتمعاتكم بتخلقوا ارهابيين ثم تصدروها لداعش، مش كده يا شيخ يا مش طيب؟ ما عندكوش ارهاب ولا حاجه اهو، يعني حرام. طيب يا ابويا اللي في السماء، نشوف ماكرون عنده حق ولا ما عندوش حق. يعني اي حاجه قالها ماكرون او اي رئيس دوله اوروبيه او غربيه او كفره، اي واحد منهم يحاول يحمي بلده غلطان. هو انتوا في السعوديه لما كنتوا بتلاقوا واحد معاه كتاب مقدس في شنطته كانوا بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه في لو انا جوزي رايح السعوديه ومكتوب اسمه مسيحي خالص ودخل السعوديه وبيفتحوا الشنطه لقوا كتاب مقدس وصور قديسين؟ ودي حصلت بالفعل، حصلت حقيقي، ولقوا معاه كل الحاجات اللي تثبت ان هو مسيحي. كانوا بيسيبوه في سلام ويقولوا له اتفضل حاجتك اهي ومع السلامه وروح مطرح ما انت رايح؟ ولا كانوا بيقبضوا عليه او يحققوا معاه او ياخدوا الحاجات اللي معاه يرموها؟ مش انت عايز تحمي السعوديه من دخول دين اخر؟ ايه اللي غلط فيه ماكرون او اي واحد تاني؟ عايز يحمي بلده من الانعزاليه اللي انتوا عاملينها. انتوا مش عايزين تتاقلموا مع الناس، انتوا عايشين تفضلوا قافلين على نفسكم في مجتمعكم. حلال شرعا، اللحم حلال، اللي ما فيش خمور، ما فيش مش عارفه ايه، العيال ما تروحش المدارس، تعلموهم في البيوت عشان خاطر تعلموهم اللي انتوا عايزينه، او في المدارس الاسلاميه او 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 او، لكن مالكوش دعوه بالجمهوريه خالص الفرنسيه. دي اسمها انعزاليه. ولكن المصيبة ان الدولة بتديكوا كل ما انتم محتاجينه. يعني هي بتصرف عليك عشان انت تدمر البلد، طب انا اصرف عليك ليه؟ لا، يا تندمج مع البلد وتبقى مفيد للمجتمع يا مع السلامة. وانا قلت مليون مرة قبل كده لو كل دولة تشوف حد من اللي بيعمل عمل ارهابي وتاخده هلا بيلا باسرته بحاله بماله ترميه بره البلد، اللي جاي بعده هيخاف
وياخد حذره مليون مرة، لأن انتوا عايشين في نعيم ما في نعيم في بلادكم، ما تقدروش تعملوا كده في بلادكم، ما تقدروش تعملوا كده. يعني الراجل بتاع أفغانستان ولا باكستان ده هو بيضربها في بلده في باكستان أو أفغانستان، يقدر يعمل اللي بيعمله ده في أي دولة تانية؟ ده أشكرك جدا يا مخرج. اللي واقف بيضرب الست ده هذا المتخلف، المتخلف اللي هي بالنسبة له الست سلعة جنسية فقط لا غير، يقدر يعمل كده في فرنسا؟ يقدر؟ ما يقدرش. فانت اللي ما تقدرش بتعمله في بلدك بتعمله هناك. ادوك كل الحرية وانت للأسف زي ما انت محلك سر. طيب اللي بعده الإسلاموفوبيا. الله، ده بقى موضوع مهم جدا جدا الإسلاموفوبيا ده، لكن يعني بأمانة ياريت تشوفوا الكلام اللي مكتوب عشان شيخ الأزهر يعرف يرد علينا ولا مش هيعرف يرد علينا. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإسلام دين يمر اليوم بأزمة في جميع أنحاء العالم ولا نراها في بلادنا. معلش في كانت تويتر مش عارفة هي عدت وأنا ما شفتش، ما خدتش بالي من المسلمة اللي كاتبة رد على شيخ الأزهر تحت، واحدة مهمة دي كانت. المهم مؤكدا أن على الدولة الفرنسية، ماكرون بقى مؤكدا على الدولة الفرنسية مكافحة الانفصالية الإسلامية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تأسيس مجتمع مضاد داعيا في الوقت عينه إلى فصل أفضل للإسلام، فهم أفضل للإسلام. يعني المجتمع اللي هم بيكونوه اللي هو مجتمع جوه المجتمع وهو مضاد للدولة، مضاد للدولة، ما بينفذوش قوانين الدولة، بدليل ان لو حصل الجريمة الشرطة ما بتدخلش، وده موجود في امريكا وقلت لكم الكلام ده قبل كده، الشرطة ما بتدخلش تشوف الجريمة اللي جوه، بيحلوا بينهم وبين بعض الجريمة ودية الدفع ومش عارفة يتم ايه ويتم ايه حسب ما الشرع بيقول. فالاسلام هو الديانة التانية بفرنسا بعد المسيحية الكاثوليكية من حيث عدد السكان. يعتنق، شوفوا بقى الكلمات، طبعا الحاج اللي كاتب المقاله دي، يعتنق ما بين 6 و 8 ملايين فرنسي. عرفت منين انهم 6؟ ما بين 6 ل 8، ما بين 6 ل 8، يعني مثلا مش يقول حوالي 6 مليون او حوالي 8 مليون، لا يزود 2 مليون زي ما بتعمله، احنا عندنا مليار ونص، وبعد شويه زي ما قلت الاسبوع اللي فات مليار 600، مليار 800 وهكذا بدون إحصائية رسمية، فأنت مش مشكلة مع الحبل مفتوح. المهاجرين لفرنسا منذ الستينات تكونوا يعني من الجيل الثاني والثالث، وهناك 8000 فرنسي يعتنقون الإسلام كل عام. 8000 من الستينات، هنقول من سنة 60، أدي 24، 60 سنة، 6 في 8 ب 48000، 48000 مسيحي تحول للإسلام. شفتوا الكذب الجميل؟ وطبعا في ناس متخلفة عقليا بتصدق الكلام ده. في 8000 كل سنة فرنسي بيتركوا ديانتهم وبيتحولوا للإسلام. الله عليكم وعلى كذبكم. ولكن ليس من حقه، هو بيتكلم على مين بقى؟ المسلم اللي هي طبعا الدولة هتفرض رقابة مالية على المساجد، هتراقب المساجد من ناحية الماليه، ويضع الاستجلاب ائمه، وهيمنع استجلاب ائمه من بره زي ما تركيا بتعمل، تعدي سنه تاخد ده وتجيب غيره. طبعا اللي بيجي ما بيبقاش عارف فرنساوي، فيضطر ان هو يتكلم بلغته، مصري مثلا، فهيضطر يتكلم باللغه المصريه. طب الفرنسيين مش قادرين يراقبوه بيقول ايه، فبالتالي فرنسا هتمنع الأئمة يجوا من بره، وهتخلي الجوامع تعين إمام من جوه الجامع اللي هو لازم يكون بيتعلم قصدي بيتكلم فرنساوي. وطبعا ليس من حقه أن يدعي أن الإسلام يعيش في أزمة في أنحاء أو يجبر المسلمات على خلق، هو بيقول لك أن السياسة دي خلاص خلاص مش هيبقى فيها أي جريمة يرتكبها مسلم بأنها إرهاب إسلامي. الكاتب بيتكلم على أن
مش من حق ماكرون ان هو يمنع الحجاب، مش من حقه ان هو يراقب على الجمعيات عن طريق المال، مش من حقه ان اي جريمة يتم ارتكابها مسلم بان ده اسمه ارهاب اسلامي. طب يعني لما واحد يفجر نفسه في خط سكك حديد وهو مسلم اقول عليه ايه؟ ده مش ارهاب اسلامي؟ طيب يعني هو بيقول بقى فهل في ارهاب مسيحي؟ انتقد شيخ الازهر مصطلح الارهاب الاسلامي واساءة بالغة للدين الاسلامي والمؤمنين به ومن تجاهل معيب لشريعته السامحة. قمة التسامح ان زي ما العريفي قال ان انا اقطع الاجساد، قمة التسامح ان انا اسفك الدماء واطحن الجماجم، اسمها اسحق الجماجم، تسامح. في شريعة احسن من كده؟ تسامح ما فيش طبعا. طيب تعالوا اوريكم الصورة بتاعة مكتب المساعدات في فرنسا. في فرنسا ايه رأيكم؟ كلهن منقبات. ده اللي بيدوا الويلفير فوق اهي، ويلفير اتس باي داي ات ذا ويلفير اوفيس ان باريس اند جاس هو از وول ان ذا لاين دروب. مين اللي واقفين في خمن، هو بيقول لك خمن مين اللي واقفين في الطابور اللي بياخدوا الويلفير والمساعدات. يعني الدولة تاخد الضرائب من شعبها وتدي دول ياكلوا ويشربوا، وفي الآخر عايز الدولة تطبطب عليهم في كل حاجة بيعملوها وتقول لهم برافو على إرهابكم، برافو إن أنتوا بتقتلوا في شعبي، برافو إن أنتوا بتمصوا دم البلد وفي الآخر مش عاجبكم، برافو إن أنتوا بتقطعوا الطريق عشان تصلوا، برافو إن أنتوا بتعتدوا على بنت طالبة عشان لابسة جيبة قصيرة، برافو برافو برافو، كله كله مش عايز مصطلح الإرهاب الإسلامي. تعالوا شوفوا الصورتين دول في فرنسا بيسدوا الشارع بالصلاة زي ما بقول لكم في فرنسا. هل المواطن الفرنسي العادي اللي عايز يعدي يعرف يعدي؟ ده مول. شايفين؟ شايفين الناس واقفة بتصوركوا ازاي؟ انتوا بقيتوا عجوبة في العالم. يعني انت ما حبكلكش ان انت تصلي غير في وسط الشارع. فرنسا 2300 جامع ما فيهوش مكان يا عيني انك تصلي، كلهم مليانين على الاخر لدرجه ان انت تجمع كل دول عشان تصلي عشان تبين قوتك ومحدش يقدر يكلمني. انا عايزه اصلي، حريتي، انا عايزه اصلي، ما تقدرش تمنعني، لكن بتمنح حريه الاخر انه يعدي. يعني البنت اللي كانت لابسه جيبه قصيره تقدر تعدي في وسط دول لو هي عايزه تروح من الرصيف ده للرصيف ده؟ باب العماره اللي هم واقفين قدامها او بيصلوا قدامها لو حد عايز يدخلها بنت ولابسه جيبه قصيره تقدر تدخل؟ يبقى انت اعتديت على حريه الاخرين ولا لا؟ لا 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 لا، هو انتوا بتعملوا الكلام ده؟ ولا يهمك عادي. اسمعوا عشان الوقت، لان موضوع الحاجة هيلاري هنسمع بس الحتة الأولى اللي بيقول لك نصف المساجين. الفيديو اللي جاي ده مهم جدا جدا كله بأمانة، أنا كان نفسي أقصه لكن لأن كل الكلام اللي فيه مهم قوي. أول حاجة شوفوا الولد أو شوفوا الأولاني اللي بيقول لك نصف المساجين في السجون من المسلمين. طب سؤال قبل ما نشوف الفيديو، الدولة بتنفق كام من أموالها من ميزانيتها على المساجين يوميا؟ يعني كل مسجون من المسلمين اللي نصهم مسلمين، يعني المساجين نصهم في 100 في 50 منهم مسلم، هل أنا سمحت لك إنك تدخل البلد عشان تزودني عبء إنك أنت ترتكب جريمة وبعدين أنا أصرف عليك علاج وأكل وشرب ولبس ووي؟ ما عندهمش على فكرة إعدام، يعني مهما عملوا من جرائم هتفضل جوه السجن، مفيش إعدام. جوه السجن هصرف عليك وهعالجك وهعمل لك كل حقوقك الإنسانية. فهل أنت جاي بقى عندي بلدي عشان تزودني عبء ولا تفيد المجتمع؟ هي دي الانفصالية الانعزالية اللي أنتوا عايشين فيها.
تعيشوا في المجتمع تمصوا دمه وبعدين في الآخر إيه؟ تعمل جريمة وبعدين بعد الجريمة تتسجن والدولة تصرف عليك. يعني سواء أنت حر طليق الدولة بتصرف عليك زي ما وريتكم الستات، سواء أنت ارتكبت جريمة أذيت الدولة، سواء اتسجنت الدولة بتصرف عليك. إيه الإفادة وبناء الحضارة يا شيخ الأزهر؟ فين بناء الحضارة في فرنسا يا شيخ الأزهر؟ مش عاجبك كلام مكران؟ نشوف الفيديو. 25% des naissances sont d'origine immigrée. 25% des naissances. En France, la moitié des détenus sont musulmans. On est plus nombreux que tout le monde. Et un jour, on va envahir le monde, cousin. Il faut qu'on le sache. Parce qu'on aura 2 milliards de soldats derrière. Donc vas-y, je défie les gens de pays. Un État islamique, après, on ne va pas rester les bras croisés et c'est fini. Un pays islamique, non. Après, il y a des conquêtes après. De faire la prière. Dois-je quitter la... الفيديو جميل جدا، يعني كان نفسي ان انتوا الوقت يسمح ان انا اعرضه كله. شفت اول واحد مسلم اسود اللي بيتكلم بيقول هنحتل العالم كله وهيبقى ورانا 2 مليار جندي مسلم يعملوا كل اللي هم عايزينه يعني في العالم. هنحتل العالم. سيكون هناك يعني بيقول الشيخ اللي كان لابس سعودي ده بيخاطب الفرنسيين، بيخاطب. يمكن سرعه الفيديو هي اللي خلت حضراتكم يعني ما تسمعوش. انا سمعته مره واثنين وثلاثه عشان الكلام وكاتبه كلماته، بس للاسف الوقت مش هيسمع. بيقول للفرنسيين حضروا نفسكم عشان احنا قاعدين هنا ومش هنسيبها وانتوا اللي هترحلوا. تخيلوا احنا بيقول لهم حضروا نفسكم علشان تمشوا وتسيبوا البلد لان احنا احتلناه. ما معناها احنا احتلناه؟ مش هنمشي منها. الراجل الاخير بيقول ايه؟ تعالوا شوفوا الشارع اللي انا ساكن فيه، اسمه شارع ميرا، اللي هو جاب لكم في الاخر شكله وهم بيصلوا. شفتوا الزاويه عامله قد ايه بيصلوا قد ايه؟ تعالوا شوفوا شارع ميرا يوم الجمعه. هل واحدة تقدر تعدي في شارع ميرا؟ لا. احتلال ولا مش احتلال ده؟ عايز بقى رئيس الدولة اللي المفروض ان هو مسؤول عن الشعب بتاعه واللي المفروض انهم انتخبوه عشان صالح البلد، عايز يقف مكتف ايديه وهو شايف اللي بيحصل ده؟ هو للأسف زي ما قلت ان هو اتأخر جدا في سن القوانين، لكن الخطوة بدأت. والبشرة اللي بقول لك لحضرتك عليها يا شيخ الطيب يلي مش طيب، البشرة ان دي هتبقى السلسلة اللي هتجر بقية دول اوروبا. واعملوا اللي انتوا عايزينه، اعملوا اللي انتوا عايزينه. دي السلسلة، فرنسا هتبدأ وبقية الدول هتكر وراها. وانتوا الجنين على اللي هتعملوه، اللي انتوا بتعملوه ده انتوا الجنين عليه. ناخد التليفون. مين معانا؟ استاذه مريم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي مدام نديم. اهلا بيكي، اتفضلي. اولا الموضوع حلو جدا جدا جدا، ربنا يخليك، وانت دايما بتفيدينا بحاجات دافنه جدا، ربنا يخليك. هو التلفزيون مفتوح؟ ايوه التلفزيون مفتوح، دي واحده وطي. طيب اتفضلي عشان انا سامعه الصوت لسه، صدى الصوت. دلوقتي هم في نقطتين. اتفضلي. البلاد الأوروبية وعموما وأمريكا كل الدنيا بتقع فيها. أولا لما تبصي على كل التفجيرات اللي بتحصل، كل اللي بيفجر معاه جنسية وحامل الجنسية وقاعد في البلد بجنسية. بعدين أنا شفت منظر دلوقتي أثرني جدا، إزاي ده يكون في فرنسا؟ كمية النقاب دي كلها إزاي تكون في فرنسا؟ ومش واخدين حقهم. ده دي صورة صغيرة، تخيلي بقى الباقي. وتخيلي طول الاسبوع، وتخيلي طول الشهر، وطول السنه بياخدوا كده. وبعدين مكرون ما غيرش واحد يحافظ على بلده، صحيح كلهم تفجيرات وكلهم حرق وقاعدين في بلد، انتوا مش عاجباكم البلد قاعدين فيها ليه؟ عشان تحسوا على الارهاب؟ لا، يبقى من حقه ان هو يدافع عن بلده. والناس اللي زي دي لازم تترحل. ما الشيخ السعودي قال لك ايه؟ احنا خلاص قعدنا ومش هنمشي. لا، يقعد زي ما يقول، بس الذين معنا أكثر من الذين علينا. الله ينور عليك. دي أول كلمة.
وهيكون ضيق في العالم مسكوا انا قد غلبت العالم. يقولوا اللي هم اللي يقولوا دي ناس ضعيفه النفوس جدا صح ومش فاهمين هم بيعملوا مع مين. زي ما حضرتك بتقولي اولا البلاد دي لازم تفحص الجنسيه جدا قبل ما يدوها لاي حد. طب اسمحي لي اقول لك حاجه في النقطه دي معلش انا اسفه ان بقاطعك انا مش بحب اقاطع. لازم على كل الدول دي وامريكا كمان وربنا يا رب ينجح ترامب ويسن القانون يا ريت يسمع اللي بقوله ده يسنوا قوانين خاصه بالجنسيه. يعني لازم يعدلوا القانون ان انت لو اشتركت يحطها له كده في الجنسيه لو اشتركت في عمل ارهابي هتسحب منك الجنسيه وترحل فورا ما تتسجنش ما تقعدش في البلد. تقعد في البلد عشان تمص دم الضرائب اللي اهل البلد بيدفعوها؟ لا ارحلك ترجع لترعى الغنم ترعى المعيز ترعى الخنازير زي ما انت ارعى زي ما انت عايز في بلدك. انا اسفه اتفضلي كملي. يعني دول ما كانهم لا في فرنسا ولا في امريكا ولا في البلاد اللي ليها تفكير راقي او مختلف او دول يقعدوا في افغانستان يعمروا الاماكن اللي مستحقه تتعمر بالناس اللي زي دي بالظبط. يقعدوا في مكانهم كده مشكورين وما يتعبوش نفسهم اكتر من كده ويتعبوا اللي حواليهم. انت يا عمي مش عاجباك فرنسا ولا حكم فرنسا تاخد عيلتك كده مشكور انت راجل متدين سيب الكفره بقى ربنا يتصرف فيهم وتفضل حضرتك بالسلامه بقى من هنا. صح لكن اللي انت بتعمله ده بقى ده مخطط وتقوله مش ارهاب. ارهاب ايه؟ صح المنظر لوحده بتاع المرقبين ده ارهاب لوحده. ده لو فهموا في بلد زي فرنسا عاصمة النور لا نهار اسود ومنيل ده هي دي لا عاصمة النور كان زمان ده بقت عاصمة الظلم كانت عاصمة الجمال والملائكة. لا خلاص يعني انتوا بتتكلموا في ايه؟ واللي بيحصل مش هيحصل مش هيوصلوا للتفكير اللي في دماغهم ابدا استحالة. هم صحيح بيخربوا كتير عاملين زي السوس اللي بينخر صحيح يعني بس مش هتبقى دي النهاية برضه مش هم اللي هيحكموا العالم برضه يقعدوا كده بس ويهدوا يعني والعالم مش ناقص. اشكرك يا استاذه مريم جدا انا اللي متشكره جدا اتمنى اسمع صوتك في كل حلقه. اشكرك جدا يا ربنا يخليكي. استاذ جرجس بشاي اهلا وسهلا بحضرتك. استاذه نادية ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك اتفضل. انا عايز اقول ان الـ 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 الاسلام بيعيش نوع من الطحاله ومن الهشاشه ان هو لما يخطف واحده زي الرهينه الفرنسيه واربع في ست 75 سنه بعدين يقول لك اسلمت او يخطف مجدة منصور او رانيا عبد المسيح ويقولوا انها اسلمت وطلع ان هم ما اسلموش. انتوا بهذه الضحاله انك عايزين بالعافيه تخطفوا حد عشان يقولوا انه اسلم ده نوع من النقص مش 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 قوه يعني عشان تعملوا كده يعني. وبعدين هم بيعيشوا التناقض في دينهم يعني منين القران يقول لا يقرا بالدين وبعدين محمد يقول من مد يديه فاقتلوه هم كتبوا مين هم منين يقول لا ينهاكم الله الذين يقاتلوك وان تولوهم وتقسطوا لهم ان الله يحب المقسطين ومنين تاني يقول قاتلوا واقتلوا وامرت ان اقاتل الناس تناقض. هم عايشين بنوع من مش عارفين يصلوا على بر وبعدين يقول لك الاسلام ينتشر. ينتشر ايه يا عم؟ ده لما كنت انا كنت عايش في حي موجود كان في واحده مراقبه كان كل الناس خايفه منها ولما بيشوفوا مسلم ساكن مرعوبين منه بتكذبوا وبتصدقوا كذبكم. الاسلام بيضمحل والناس كلها بتقصد اسمعوا قرارات المسيحيه شوفوا قد ايه ان يا اما بيتحلوا يا اما بيقولوا المسيحيه وانتوا بتخلصوا الرسول بينتشر فين يا عم الانتشار ده؟ هينتشر على ايه يعني مش فاهم. اشكرك يا استاذ جرجس جدا اشكرك على كل كلماتك. تناقض رهيب في من بدل دينه فاقتلوه و المهم استاذه سهام اهلا وسهلا بحضرتك. انا امصى انا بقالي 52 سنه هنا لما سبت مصر ما كانش فيه كلام من ده خالص اللي احنا بنسمعه دلوقتي لكن فرنسا يعني مش عايزه اقول دي ديزيرفت
احذر أما إذا ملكت. مفروض يطردوهم وهيكونوا على حق يطردوهم، لأن الضعف بتاع فرنسا ده وأوروبا يطردوهم، لأن مش دول اللي كانوا بيبوسوا الجزم يعني on the board، فلازم يطردوهم. ده الحل فعلا، صدقيني هو ده الحل، عشان للأسف إن في ناس غلابة فعلا، ناس عايزة تعيش، ناس عايزة تبقى في دولة محترمة، ولكن بيتاخذ العاطل مع الباطل، لأن النسبة العليا منهم إرهابيين. يعني لو I don't believe them. I don't believe them. دول اللي كانوا بيجوا بيعيطوا على الحدود. أيوة. احذر أما إذا ملك. أشكرك جدا يا أستاذة سهام، وعايزة أرد على الحتة دي. هم ليه بيروحوا على الدول الكافرة وما بيروحوش على باكستان وأفغانستان وأندونيسيا ويوي؟ أي دولة من اللي اتهجر فيها أو حتى عايش في بلد كويسة من غير ما يكون فيها حروب، ليه بيسعى كل السعي إنه يروح لدولة كافرة؟ ليه؟ ليه ما بيروحش للسعودية والكويت ويعيش هناك ويستوطن هناك، يعيش في باكستان، يعيش في أي دولة إسلامية؟ ليه؟ جاوبوا أنتوا. ندخل بقى في موضوع مهم جدا جدا، وهو بمناسبة، بس قبل شيخ الأزهر، بمناسبة بناء الحضارة يا شيخ الأزهر، قارن كده ما بين دولة زي ألمانيا اللي أبيد فيها في الحرب العالمية الأولى والتانية، وحروب يعني مليها، شوف كم مليون، مش كم واحد ولا كم ألف، شوف كم مليون انتهت حياته، اتدمرت البنية التحتية في الدولة بالكامل في الحرب العالمية الثانية، بقت تحت الصفر. هم دول اللي بنوا نفسهم، هم دول اللي بنوا حضارتهم. أعظم الدول صناعيا هي ألمانيا، من أكبر الاقتصادات اللي في العالم، الاقتصاد ناحية الاقتصاد، من أعظم الدول حضاريا. بس شوف بقى بعد الحرب لما ابتدوا بقى يجيبوا من الصفر، من البنية التحتية من تحت، يرجعوها كما كانت، أعظم شركات التصنيع السيارات في ألمانيا، بنوا وانتوا بتدمروا، بنوا بلدهم، ولو انتوا اللي كنتوا مكانهم أبيدة من عندكم ملايين كده لغاية دلوقتي بتندبوا وتعيطوا وتصوتوا، احنا الاستعمار هو اللي عمل فينا، زي الجزائر مثلا، الاستعمار الفرنسي هو اللي دمرنا، تونس هي الاستعمار الفرنسي اللي دمرنا، وهكذا وهكذا، يجيبوا كل العبء على ان الاستعمار هو اللي بوظ البلد، وهم ما قامت لهمش قومة من بعد الاستعمار، فضلوا محلك سر. هل بنوا البلد كما كانت؟ هل عملوا زي ما ألمانيا عملت؟ هل زي اليابان هيروشيما لما اتدمرت بالكامل؟ اليابان دلوقتي شكلها ايه؟ بطلوا تندبوا وتجيبوا بلاويكم على الاستعمار والغرب والذبح والقتل في الحملات الصليبية زي ما بيكتبوا لي، وانتوا قتلوا وانتوا كله. على فكرة بمناسبة حتة الإسلام، معلش هي دي، واحد كاتب تحت الحلقة اللي فاتت، كاتب ايه لما عرضت موضوع ماجدة واسرتها، وكتب يعني كتب بيرد ايه، يقول ايه، شوفوا بناتكم بنشبعها جنسيا وبعدين بترجع لكم. رجالة المسلمين، ما معناها كده؟ الهدف من كلامي في الموضوع ده ايه؟ يكفيك فخرا. انا بالنسبه لي التصريح ده والكلام ده اخده وبروزه، ان انتوا بتاسلموا الناس بالجنس فقط لا غير. اي واحده اللي انت بتقول عنها، انا طبعا ما بتكلمش على المجد، ان انت بتشبع بناتنا بالجنس، فانت تعلب وقعتها في الجنس، لكن الاهم هي اسلمت عن طريق الجنس بس. هل بقى درست الإسلام؟ هل اقتنعت بالإسلام؟ هل عرفت الإسلام؟ لا، هي وقعت في شبكة ده. صدقوني اقروا اللي تحت دايما تحت الحلقة عندي في اليوتيوب بتاعي، اقروا إخواتنا الحلوين بيقولوا لي إيه، اقروا الألفاظ القذرة
القذرة، دوسوا عليها قوي، الألفاظ القذرة اللي بيكتبوها شتيمة. ما ينفعش واحد محترم بني آدم اتربى ببيت يقول الألفاظ دي. بس أنا برد عليك وبقول لك لك قدوة حسنة في الأحزاب 50 في النساء 24. بس يا ريت تكون سمعت وعرفت. روح شوف الأحزاب 50 بتقول لك إيه، شوف النساء 24 بتقول لك إيه، وأنت لك قدوة حسنة فقط لا غير. ندخل بقى في الحاجة هيلاري كلينتون والتسريبات اللي الدنيا كلها بتتكلم عنها دلوقتي، طبعا لازم نسلط الضوء عليه. من 2013 أنا اتكلمت في عصر الحاج أوباما عن الخونة المجرمين اللي داخل البيت الأبيض، ده في برنامجي سابقا. دول أسماء الخونة المجرمين أو الإخوان المسلمين اللي هي مكتوبة مسلم براذرهود اهي، اللي في عهد الحاج أوباما وفي البيت الأبيض في إدارة أوباما كانوا موجودين. ده لدرجة إن محمد البياري ده أعتقد لو أنا فاكرة اللي هو تاني واحد من على الشمال أبو كرافات أزرق أعتقد هو لو أنا فاكرة، المهم كان هو الأمن القومي، كان هو اللي ماسك الأمن القومي لأمريكا. تخيلوا تخيلوا اللي يمسك الأمن القومي الأمريكي يبقى واحد مسلم. عصر الحاج أوباما اللي بعده طبعا. الحاجة هما عابدين الجميلة الأمورة الحلوة دي أمها باكستانية أبوها هندي، أمها اسمها دكتورة صالحة، هتشوفوا كل حاجة دلوقتي. الحاجة هما عابدين دي اتولدت في أمريكا في ميتشيغان I think، اتربت في مدارس أمريكية، راحوا السعودية درست هناك لغاية ثانوي ثم رجعوا إلى أمريكا تاني. لما رجعت التحقت بالحزب الديمقراطي. ليه بقول الكلام ده؟ عشان الحزب الديمقراطي اللي هو كان فيه الحاج أوباما والحاجة هيلاري كلينتون والحاجة هما عابدين هما اللي دمروا الشرق الأوسط. طبعا لا يخفى على حضراتكم ان الحاج أوباما مسلم حتى لو أنكر. عايز أوريكم ان الإسلام بيدمر مش بيبني يا شيخ الأزهر. كل البلاد المدمرة في الشرق الأوسط بأيدي المسلمين. حد يقول فيه الكلام ده مش صح؟ أوباما لما يبقى هو رئيس العصابة أو هو الأعلى في كل الحاشية دي كلها ويقود الباقي في تدمير الشرق الأوسط بالأدلة، يبقى نقول هو عمل كده لصالح مين؟ وطبعا للأسف إن بعديها كانت الحاجة هيلاري كانت عايزة تمسك بعديه، ونشكر ربنا أن أنقذ العالم من هذه الثعلب. نشوف اللي بعديها. شفنا الحاجة هوبا هما عابدين ده جوزها ده يهودي، هنشوف ليه صورة تانية. يهودي إسرائيلي بس أمريكي طبعا، من أكبر الأغنياء في أمريكا مثلا، وكان عضو كونجرس عن نيويورك. والسؤال للحاجة هوبا عابدين، يا حاجة مش الإسلام بيمنع أن أنت كمسلمة تتجوزي واحد مش مسلم؟ الإسلام يسمح بأن المسلم يتزوج الكتابية وليس العكس. يا ترى ده كان اسمه جواز؟ ولا كان اسمه زنا؟ ولا كان اسمه ايه في عرفك؟ وهي من الخونة المجرمين مليون في المية. هما عابدين هي وباباها ومامتها من الخونة المجرمين بالدليل. طيب هي والحاجة هيلاري، هما والحاجة هيلاري شايفين يعني بقها في ودنها بتقول لها كل حاجة. ده كان ايام الحملة بتاعت
هيلاري انها ترشح نفسها للانتخابات. شوفوا والدة هما مع الحاجة هيلاري، الحاجة صالحة مع الحاجة هيلاري، ادي والدة هما عبدين دي والدتها، ادي الأمورة الجميلة دي الحاجة صالحة. لكن شوفوها وهي قاعدة على المكتب بقى، هي بتتزعم او عاملين منظمة اسمها منظمة النساء، نساء اسمها عضوة في منظمة الدولية للمرأة. المنظمة الدولية للمرأة دي كانت جامعة كل ستات الخونة المجرمين، عشان كده لما راحوا السعودية ابوها ابو هما انشأ مجلة هناك كان بينشر فيها فكر الخونة المجرمين، ولما رجع امريكا كله رجع بنفس العقلية ونفس التفكير. والحاجة صالحة مع هذه المنظمة كانت بتجمع الخونة المجرمين في او النساء الخونة في هذه المنظمة. طبعا كانت المنظمة دي بتشمل كل الناس، ولكنها كانت بتمول تمويل إرهابي. المستندات بتاعت هيلاري، هيلاري أول ما اتكشف سترها أو الإيميلات بتاعتها ابتدت تتسرب، ابتدت تلغي كل الإيميلات من على اللابتوب بتاعها. الاف بي آي والشرطة لقوا حاجات، وفي حاجات اتمسحت. يوصلوا لمين؟ لهما، ياخدوا اللابتوب بتاعها، لقوها برضو شالت حاجات، في حاجات معينة شالتها وحاجات ما لحقتش تشيلها. يجيبوا كل البلاوي اللي انتوا بتسمعوا عنها دي دلوقتي من جوزهما، من اللابتوب بتاعها، كل الايميلات بتاعته، كل الايميلات اللي بين هيلاري بين قطر بين ليبيا بين تركيا بين داعش بين اوباما بين بين بين، كله من على جهاز جوزهما. هو اللي لما الاف بي اي حط ايده على جهازه لقوا كل البلاوي دي. لكن هوريكم مفاجاه بقى ما اعتقدش ان حد سمع عنها ولا يعرفها ولا هتقروها، برضو الكلام مش من عندي، نشوف حاجه تانية. الحاجه توكل، الحاجه توكل الاموره اللي اخذت جائزه نوبل، هيلاري كاتبه عنها في مستنداتها انها كانت بتقرف من ريحتها. طبعا مش دي المفاجاه، بتقرف من ريحتها، بتقول هذه المعزه اليمنيه من اليمن يعني، يعني بتقرف، مش مقززه الرائحه بالظبط كده، مقززه الرائحه هذه المعزه اليمنيه. وطبعا كانت تدحلب عشان تحقق لها اللي هي عايزاه، دي توكل. نشوف الحاجه هيلاري مع الشيخ مرسي. طبعا انا اتكلمت قبل كده، لاحظوا انا جايبه الصور دي، الحاج مرسي او الشيخ مرسي قعد في الحكم سنه واحده فقط. شوفوا هيلاري لبسها، مش انا بقول لحضراتكم انا دقيقه شويه، لبسها قعدت كام مره مع مرسي. ادي واحده جاكيت اخضر عادي ساده ما فيهوش نقش. السؤال اللي بعدها اخضر في كروهات اهو شويه، حاجه هيلاري مع مرسي. المقابلات دي كانت علشان ايه؟ انها تقعد معاه، لانها مكنته من الحكم، هي اللي مكنته من الحكم، هذه الثعلب هي اللي مكنته من الحكم. السؤال الثالثه، هيلاري كده ثلاثه يعني ثلاث مرات. الرابعه، لا في مثال صوره ثانيه بلبس ثاني مش كده؟ طيب يبقى انا ما جبتهاش. هم اربع مرات قعدت معاه في سنه واحده. يا ترى الابحاث او الحاجات اللي هي عايزه توصلها لمرسي ما كانتش في التليفونات مثلا، ولا كان لازم تقابلوه؟ طب بتقابله عشان ايه؟ علشان حاجات كتير. خدوا بالكم ان هي وزيره خارجيه امريكا في عصر الحاج اوباما، فوزيره خارجيه مثلا انتوا تشوفوا وزير خارجيتنا المصري
راح قابل مثلا وزير الخارجية الأمريكي 4 مرات في السنة، في السنة في السنة يقابله 4 مرات؟ طبعا لا، لو مرة مرتين بالكتير قوي مش هتلاقوه قابله 4 مرات إلا إذا كان في حاجة كانوا بيدبروها وبيخططوها. اللي بعدها، السؤال اللي بعدها، شوفوا لحظة الشيخ الشاطر أو الشيطان الشاطر، أنا بسميه الشيطان الشاطر. الكونجرس الأمريكي يطالب بمحاكمة أوباما، يحاكمة مين؟ أوباما، بسبب إعطائه خيرة الشاطر 8 مليار دولار مقابل بيع سيناء لغزة. أهي 8 مليار اللي أنا حاطة تحتها أحمر دي، 8 مليار دولار مقابل بيع 40% من الأراضي في سيناء إلى حركة حماس لنقل سكان غزة إليها وإخلاء غزة لتسليمها إلى إسرائيل. الخونة المجرمين أهو أهم يا جماعة، الخونة المجرمين بيبيعوا مصر بالفلوس، ياخد 8 مليار عشان يبيع سيناء. أنا قلت لكم الكلام ده من زمان عن أوباما، إن هو أعطى وبيتحقق معاه في الكونجرس 8 مليار، ده إهدار مال عام. وديتهم فين؟ إداهم لمرسي. طب ليه؟ كذا كذا، بيتحقق معاه، ما دي أموال الدولة، أنت بتديهم 8 مليار؟ طب أنت كنت متوقع إن ده هيتم، إن إحنا المصريين هيبيعوا سينا، ولا كله في إيديك إن أنت تمضي وخلاص؟ والشيطان الشاطر بينوب عن الخونة المجرمين كلهم، إن أنت توافق على بيع 40% من أرض سينا لغزة، وبعد كده ما تبقاش أرض مصرية، تبقى أرض غزوية. مين اللي بيبيع البلد؟ مين اللي خان البلد؟ مين اللي بيدعم إسرائيل يا بتوع التطبيع؟ ما هي الأرض هتروح لإسرائيل، يبقى مين اللي بيعمل الكلام ده؟ مقابل إيه؟ مقابل الثمانية المليار اللي أنت خدتهم أيها الشيطان الشاطر. يبقى أنت خنت مصر، بعت أرضها، دعمت إسرائيل، في حاجة واحدة بس. ده الحاج الشيطان الشاطر. شوفوا الصورة دي كده بتاعت الصورة اللي فوق، لحظة تنحي مبارك. شايفين أوباما؟ شايفين مين وراه؟ بايدن، جو بايدن. شايفين؟ شايفين الابتسامة والهيصة اللي رافع إيده ورا خالص دول والتسقيف؟ تأملوا بس في الصورة كده، واللي تحتيها لحظة عزل مرسي. شايفين الحاجة هيلاري إيديها على وشها عاملة إيه؟ ما هي دي اللي وصلته للحكم. شايفين الخونة فوق وتحت؟ جو بايدن دلوقتي اللي انتوا في ناس لغاية دلوقتي عندها استعداد تنتخبه، جو بايدن اللي ايده، لانه طبعا كان نائب الرئيس فهو اللي دمر، لان طبعا نائب الرئيس يبقى لازم عارف كل حاجة عن كل حاجة بيعملها اوباما، يبقى بيدمر البلد، بيدمر الشرق الاوسط، هو اللي مرشح الان للانتخابات. كل بلد تم تدميرها في الشرق الأوسط جو بايدن مشترك فيها، هو والحاجة هيلاري. اللي بعدها بيقول إن أنا خليت أمريكا، الحاج أوباما أهو بيقول إن أنا خليت أمريكا أقوى وأكثر نجاحا وأمانا وتأثيرا. يا راجل حرام عليك، يا راجل حرام عليك، ده أنت اللي دمرت. طيب بصوا الصورة بتاعت بوتين، أنا بجري بسرعة أهو. بصوا بوتين، أنا لما قصتها كانت الوشوش، الحاج أوباما مدد إيده، لكن نظرة بوتين لأوباما نظرة بتقول له ما يشرفنيش إن أنا أحط إيدي في إيدك ولا أسلم عليك، نظرة بتقول له أنا عارف كل حاجة أنت بتعملها، نظرة بتقول له يا خاين يا اللي دمرت بلاد كتيرة، حاجات كتيرة قوي في النظرة دي. ده بوتين. بصوا الصورة دي، الحاج أوباما والحاجة هيلاري. ايه رايكم؟ جميله جميله مش كده؟ طيب الاهرام، وثائق سريه، وثائق هيلاري كلينتون، ده في الاهرام بقى اول امبارح او اول
الوثائق السرية المسربة، مصر أفشلت المخطط البريطاني في ليبيا بعد مقتل القذافي. مصر هتفضل تفشل كل مخططات الشياطين إن شاء الله، عشان كده هي لقمة أو شوكة في زوركم. اللي بعده بسرعة، الحاج خالد صلاح: إيميلات هيلاري كلينتون تفضح دعمها المسلحين الإسلاميين. يا حاج وحياة الغالي عندك يا شيخ، أنا عارفة مين الغالي عندك. تدخل الحضانة من تاني وتتعلم ألف به جئته أو الكتاب. لا ما ينفعش معك حضانة، الكتاب بس، خد بالك من الشيخ يعمل فيك حاجة مش كويسة. اسمها تفضح دعمها للمسلحين يلي مش عارف لغة قرآنك، للمسلحين الإسلاميين في ليبيا وتدمير البلاد. حتى فيدي جهلة، حتى فيدي بليد، امال شاطر في ايه؟ بلا خيبه. ده اللي بعدها، دي جميله قوي بقى. هل ستحاكم هيلاري كلينتون على ده اللي بقول لكم المفاجاه، على جرائم جنسيه وغسيل اموال؟ في نوفمبر 2016 استطاع بيل كلينتون ان يمنع، ممكن بعد اذنك نقرب الكلام شويه، ان يمنع تحقيقات بخصوص فضيحة البريد الإلكتروني الخاص. أهي في نوفمبر 2016 استطاع بيل كلينتون أن يمنع تحقيقات تتم بخصوص فضيحة البريد الإلكتروني الخاص بعمل زوجته هيلاري كلينتون، لكن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي وقتها جيمس كومي صمم على استمرار التحقيقات. وقبل الانتخابات ب 11 يوم بالظبط صرح جيمس كومي أنه حصل على رسائل بريد إلكتروني ذات محتوى خطير على اللابتوب الخاص بأنتوني. أنتوني ده اللي هو زوج هما عابدين، أهي زوج مساعدة هيلاري كلينتون هما عابدين، التي تنتمي للإخوان المسلمين، تتعلق بالمشاركة. مين بقى؟ هيلاري وهما. تتعلق بالمشاركة في حفلة للشاذين جنسيا، وكانت هناك محاولات مستميتة لمنع تسريب الفضيحة. وما تم إخفاؤه قبل الانتخابات أن هناك حفلات ماجنة للشواذ جنسيا شاركت فيها هيلاري، تعتبر جرائم جنسية مع قاصرين وعمليات غسيل أموال. وتم فتح هذه الرسائل من خلال اللابتوب الخاص بأنتوني، حيث أن هيلاري قامت بمسح هذه الرسائل المتعلقة من جهازها، ولكن سارعت شرطة نيويورك بمصادرة كمبيوتر زوج هما عابدين واستولت عليه، وأخذوا الإيميلات التي تفضح هذه الجرائم وأرسلوها للمكتب التحقيقات الفيدرالي. وقد حصلت الشرطة أيضا مسبقا على هذه الأدلة وأرسلتها لوزارة العدل التي يعني تسطرت على هذه الفضيحة بسبب بيل كلينتون. إيه الأخلاق الجميلة دي؟ إيه الأخلاق الرائعة اللي أنت فيها دي؟ طيب حاضر، خلاص خلصنا. نشوف المسلمين في شيكاغو، مش هي دي ولا في تكملة باين؟ مش مهم، في تكملة ولو الحتة العنوان بس أو الحتة الصغيرة اللي فوق. بدأت الشرطة تضع يدها على معلومات خطيرة من البريد الإلكتروني كشفت عن زيارات هيلاري كلينتون لجزيرة الشاذين جنسيا الذين تم إدانتهم في ممارسة الجنس مع الأطفال. وبيل كلينتون نفسه كان هناك أكثر من 20 مرة، وزوجته راحت 6 مرات. من المعروف أنهما عابدين، ليا زوجها يعني، حكم عليه بالسجن لمدة 21 شهرا لاعتداءه جنسيا على قاصرة. بس كفاية عليهم كده. ادي العصابة اللي كانت بتحكم امريكا واللي ما زالت موجودة حتى الان، وعندها امل انها تحكم امريكا تاني في الانتخابات ضد ترامب اللي هو طبعا جو بايدن. اخر حاجة مش هوريكم غير جزء من الفيديو بتاع المسلمين في شيكاغو، جزء صغير، شوفوا بس العدد.
شايفين الاعداد ده في شيكاغو، شايفين الاعداد طبعا رافعين علم فلسطين، لكن الاهم من ده كله ترديد الشعارات او الهتافات اللي بتقول الموت لامريكا، الموت لامريكا. شايفين البناء يا شيخ الازهر، بناء الحضاره، راحوا لبلاد متحضره عشان يموتوا اللي فيها، الموت لامريكا. علم فلسطين، وخدوا بالكم في علم تركيا كمان هتشوفوه هنا، في اكتر من علم من اعلام المسلمين في هذه المظاهره اللي بيتمنى اهو علم الاحمر ده علم تركيا اللي بيتمنوا، وعلم فلسطين الطويل قوي الكبير ده هيمشوا دلوقتي، بس طبعا مش هعرض الفيديو كله، هيمشوا دلوقتي وهيلفوا لشوارع اخرى واخدين كامل حريتهم اهو، كامل حريتهم يعملوا اللي هم عايزينه ويقولوا اللي هم عايزينه. ولو بصيتوا يمين وبصيتوا شمال هتلاقوا الشرطه واقفه لهم هنا وواقفه لهم هنا بتحميهم. شايفين لفوا لفهم، يعني العالم كان بالعرض دلوقتي بالطول، لفوا واخدين حريتهم زي ما هم عايزين. وفي الاخر الموت لامريكا. ايه رايك في بناء الحضاره يا شيخ الازهر؟ بيبنوا في كل مكان، ده كلامك، بيبنوا الحضاره في كل مكان يروحوه، اهي الحضاره اهي. في الاخر بيعتدوا على البلاد اللي بيروحوا فيها. طبعا اسفه لانفعالي ونرفزت شويه، لكن في كلام كتير كان نفسي اقوله لكم، بس لكن كفايه كده. واشكر حضراتكم جدا، استحملتوني، واشوف حضراتكم على غير باذن ربنا الاسبوع الجاي في نفس الميعاد، اللي ما شافش الحلقه من اولها بعد 4 ساعات من الان، ويوم السبت زي دلوقتي. سلام، مساء عليكم.